على سلامتكم الناس، كل مرحبا بكم في لايف جديد كالعادة. كل يوم معنا واحد من اللاعبين الدوليين. أكيد اليوم معنا لاعب دولي تونسي يلعب للمنتخب الوطني التونسي، هو اللاعب السابق الزمالك اللي توا اللاعب حمدي النجاز. مرحبا بكم، تابعوا اللايف نتاعنا اليوم اللي تلقاوه إن شاء الله غدوة على الكونت يوتيوب. أكيد تعملوا ابوني في الكونت يوتيوب كيما كي تعملوا ابوني في الكونت انستغرام، والكونت انستغرام تدخلوا البروفيل تلقاو اللين تاع الكونت يوتيوب أكيد باش تلقاو كل الحوارات اللي قاعدين نعملوا فيها في البريود هذه. شكرا على تفاعلاتكم الناس الكل، ومرحبا بكم اكيد في اللايف نتاع اليوم مع حمدي النجاز. دونك بعد شوية باش يكون معانا حمدي النجاز. حمدي، اوه صح شريفتك، صحة صافا، باش مبروك. الأمور؟ ما كناش عاملين خطرة برا، ما طلعليش من الاول. عاش كيفاش؟ شنو فما فاز وصارت خايبة. آه فهمتك، سي بون توا قديت الأمور. اي سي بون هاك اخوي، تشوف فيه مريقلة. أيه سي بون. أيوة شنو العشاء؟ والله اخويا اليوم روز جربي. اه صح اخوي، اعطيتها عاش مليح كيفاش شوي اخويا؟ شوي. لازم اخويا كاو المرأة اخويا اللي هي بينا، الحمد لله اه يا ربي يفضل لك. ربي يخليك يا غالي، يرحم والديك وانت زاد. اه ترينا شوي ولا شوي شوي؟ والله مريق اخوي في الانترامون ديما، عندي 5 ايام اخويا نخرج لبرا نترينا، ونهار في الدار، وديما نهار لحد راحة. سيونس واحدة ولا زوز؟ منسق مع بريباراتور فيزيك نتاع جمعيتي لغادي في ليتوانيا، وفهم واحد اخر لنا كان معانا في ليتوانيا، ياسين بسيط متصور تعرف، هو عامل سيونس البروجرام تعمل ولا تاعي. زوز؟ نعم تعمل سيونس واحدة ولا زوز؟ لا واحدة واحدة بقى ديما واحدة، فهمت. ما تو رمضان ما تعرف، عاد تو واحد لازم يطيح شوية الريتم. واحد اي صحيح تعب. ووحدك ولا اون جروب معك شكون؟ والله عندي لا واحد يعني الحقيقة، وعندي زوز صحابي ديما يمشوا معايا، فهمت؟ ما مش ما طولة. تمشيش مع الولاد تشوف فيهم. انا بن عمر وغازي ومثناني ماكش معاهم. والله لا والله الحقيقة نشوفهم كل شيء، من الحقيقة ما مشيتش معاهم الحقيقة، ديما فهمت. نتكلم وكونتاكت معاهم ديجا، حتى اللي تريناو وعندهم معناتها نعرفهم اصحابي، مشيت لهم قبل برشا مرات. اي وش تعمل في النهار بعد الانترينمون؟ كيفاش تعدي مدة طويلة في الدار نتصور؟ والله صحيح اخويا، كل عبيت الكل الحقيقة، جوست نمشي كالصباح نقضي قضية للدار، لا مات لا فات، روحت لبلادي المنزل كاملة باش نطل على العائلة، على بابا وأمي وعلى العائلة أخويا، فهمت؟ شنو معناتها ديما الحقيقة ديما في الدار وكا. انت سكنة في سوسة ولا وين؟ سكنة في سوسة، هي مصلي بمنزل كامل. فهمت. ايوه تعاون شوية المدام ولا وحدها والله تسرق. نعاون أخويا، نعاون الحقيقة، مش برشا في التطيب، أما أنا التنظيف نتاع الدار معاون أخويا، واحد تعلم برشا حوايج الحقيقة. وقفت لك مليح. ها لا أمريكا أخويا ما شاء الله، لاباس. اي بابا إن نحكي شاء الله شويه كوره. الأيامات الجايين واحد يمشي بحدا دار، وغادي نمشي المنزل كامل على الأيامات إن شاء الله. عامل برنامج أي إن شاء الله الجمعة الجاية اي بكرة. لازم سورتو الكوار الجايه، ما عند ما قليل وين يبداو هكا بريود كيما هكا يقعدوا بلاش ماتشوات واحد وفي الدار ديما استاجات او ماتشوات. صحيح، هو الحقيقة كي تشوف راه خاصة كي تبدا تلعب لبرا، أكثرية الوقت تبدا بعيد على عائلتك في رمضان، راه معناتها فهمت. دي نتصور فترة باهية واحدة، الحمد لله معناتها نعرف فترة خايبة معناتها باش نبعدوا على الكورة، واحد أنا يقرب برشا لعائلته الفترة دي. صحيح. كنت انستغرامك جديد حمدي. والله عملت قبل خويا صرفوا لي الحقيقة، هذه تو كي نقول لك جيل خامس ولا قداش، اه خاطر قعدت بيت ما لاني فيش مانيش مغروم رمبل الحقيقة، برشا. مانيش مغروم بيه برشا على انستغرام، ما نكذبش عليك، اكثر على الفيسبوك، فهمت؟ فهمتك. ايه هذايا نستعمله مش برشا الحقيقة، ما نركزش برشا على انستغرام، اكثر دي من فيسبوك كما قلت لك. خلينا نحكيو شوية كورة حمدي. الحمد نحكي لله كنت بديت منزل كامل هكا ولا والله بديت في منزل كامل، لعبت عامين
في الليكول. لعبت كول، ايه عميل في اي، الكول مش بعد اظن في عمل. مخك مش تعمل تيست، انت مغروم من نصلك ولا جيت بالصدفه ولا كيفاش؟ لا لا كنت مغروم برشا، كنت حتى قبل ما قبل الكول ما لواني صغير، ما الحقيقة ما كنتش ما عندي صفا، وصلت نسمع باك في القراية، ما كنتش مغروم برشا بالقراية أكثر من الكورة. الكورة اللي معناتها مركز عليها برشا تحسني من الصغر، فهمت؟ والحقيقة بابا معناتها تلاقي بيا برشا وأني صغير، ما سايبنيش، فهمت؟ عندي بابا وعمي وقفوا معايا على الآخر، حبوا يوصلوني فهمت. معناتها باش نوصل نكور. الحمد لله، ماك تعرف زاد باش توصل تكور، معناتها توصل تلعب في جامعة كبيرة ولا تلعب في نيفو باهي، لازمك تتعب، لازمك تتعب خويا من الصغر. معناتها الحقيقة أنا وقتها كنت في منزل كامل، عملت عامين من بعد، فما مقبل فما كل كبير روجينال يجوا يتفرجوا ياخذوا من منزل كامل، بني حسان جمال مكنين، فهمت؟ يبداو تابعين ولاية مستير، يهزوا كل يبداو تابعين ولاية مستير. وقت عملنا ستاج في تونس، فهمت؟ نتفكر فما برج جوريتا معايا وقتها من الاسبيرونس ومن ليتوال، ومعروفين عندك كيما قلنا احنا اللي وصلوا بن عمر طرابلسي، فما عليا، فما من الاسبيرونس ياسين الخنيسي، فما وقت ايهاب المباركي وقت مازال في بنزرت، فما في حسام الحدادي، فهمت؟ من بعد ما نكذبش عليك، من بعد خويا وقت اللي من الاول كي مشيت نلعب في مازل كامي كنت اتاكون، راه ما كنتش ديفندر أبون. جنب، والله كنت نلعب في مازل كامي، وقت نلعب ديمي دروا، أي فهمت؟ كنت قصير الحقيقه، ما كنتش شكل طويل بالعافية. جباريت، والله انا احكي لكم بعد كيف صار الفصل الطول بتاعي. من بعد وقتها في اللي كي مشيت للكيب هذيك خد الكروجينات، صارت جاوني وقتها فما مستير وفما ليتوال وفما الافريقي وقتها في تونس، فهمت؟ بعد خويا ما نكذبش عليك، وقتها ما تعرف نسكن في منزل كامل باش تخمم حتى باش تمشي لتونس وانت صغير بعيده، ما خممتش فيها جمله، واني من صغري من الاخر ما نكذبش عليك نحب ليتوال، فهمت؟ اما كي شفت النيفو نتاع ليتوال ونتاع الاسبيرونس والافريقي واحد، حكيت بيني وبين روحي معناتها حتى مع بابا، قلت له خليني نبدا مع مستير قبل الخير، فهمت؟ بعد هو كبش لي الحقيقه، هما حبوا عليه مع ليتوال، مشيت من لون عام كامل، نصور كدي كنا احكي هذا، مع كابس بغطاس عام كامل نترينو برا، فهمت؟ معاه كدي ما هذا. نلعبش حتى، لا لا مشيت صغير يعني، اني وصلت وقتها بريسك بديت نلعب في ليتوال مينيم بي، قعدت نسمى راه في البريود بتاعي في ليتوال والسينيور مع وتعديت بكل، مع تعديت مينيم كادي جونيور سبور كل لعبتهم، فهمت؟ فهمتك. اي والجينيراسيون بتاعنا 92 تصور اكثر مع بها، معناتها حصلنا معناتها وقتها نحن مستمع، اللي كل مستمع بها. نحكي لك انا فاز ما تعرفهاش انت. في بالك انا كنت ربيت وشديت لكم ماتش اسيستون في سوسه مع ستاد. انا بعث لك تصويره لا تشوفها. انت اسبوع وقتها، اسبوع عملت اسبوع اسبوع بتاعك مع ستاد انت تلعب في الاكس وقتها. فلاكس، ما اوكي انا هكمل لك عاد، وقت مشيت اللي خلينا نقول لك شكون فيها ليكيب، فهمي قاسم ونفكر هيثم دولة شهاب لعبت وشهاب في الاكس. فاهم يا صحيح، فاهم وقت طلعوا معانا، فهمت؟ واني وقت ما نكذبش عليك وقت حكى معايا وقت قيس الزواغي، وفما شو اسمه سي لطفي الحسومي زاد، وقت قالوا لي راهو كان تحب تطلع للسينيور اطلع ما تزربش، وقت عملت بريسك عملت عامين وقت عامين جينيور، فما عام الاولاني وقت مع سي محمد المكشر، وبعد رانا انا قيس الزواغي، فهمت؟ العام الثاني، وبعد طلعت سبور مع سي لطفي الحسومي، عملت عام، والعام هذاك وقتها فما اونترونير سي مندر الكبير اللي يعني فينا وقتها، فهمت؟ بريسك طلعنا فرد وقت راه، واني وبوغتاس ممكن تلعب لعب قبل، ما بيناتناش برشا وقت، وصدام وقت صدام بن عزيز وبن امبارح عمر معايا وعبد ابو بطاط قد 2010 طلع هو. صحيح، تاني طلعت قبله مش قبله، طلعت معاه فرد عام هذاك، كمان وقت اللي ترينا برك ما لعبتش معاهم جمله، فهمت؟ خاطر فما وقتها فهمتك. فما الفيل، فما شو اسمه فما ديفونسير وقت جابته، جبناه وقت جابته ليتوان، من كان يلعب ايكيب ناسيونال في السنغال، لعب في نيوكاسل وقتها، ما عادش لعب ضدنا في الكوب دافريك 2004، السنغال باي نسيته، نسيت اسمه سنغالي في سنغال، الاكس حسيلو اكسيال باي فلاكس، وقت نسيته جاي ما عملت لعبش عام ماتش. وقت مع كمان باي، تبارك الله معناتها اكسيال غول وقته، فما سيف غزال، فما وقت شمس الدين ضوادي، معناتها معبي البلاصه هذيك، فهمت؟ فهمتك. ماهي سهله باش تلعب، وانت لكن شكون عندي اللي طلعك اثنين يا منذر كبير؟ طلعني يا اختي، طلعني سي موندر، مو سي موندر كان معنا ديريكتور وقتها، عاد كان ديريكتور سبورتيف كلي على اه خاطره، لامين دياتا، لامين دياتا قالك في لامين الكومنتات. دياتا صحيح، لامين دياتا
فهمت هكا وخويا. بعد وقت شكون الحقيقة أول واحد لعبني؟ دينيس لافان في وقت العكس طلع، وقت طلع تاني في اللاكس. وشكون مع وقت سي قيس الزبيري؟ سي قيس كان شددني سبور، فهمت؟ وقت تبارك الله كان فكرش فخر الدين بن يوسف، كان وقت عامل سيزون مزيانة برشا مع سفاقس، فهمت؟ لعبنا وقت بريسك اول ماتش ما لعبتوش وقت ضد سفاقس، اما كي شديت مع لافانيو وليت نلعب تيتولير، نلعب تارير جوش. بريسك لعبت جي 10 ولا 12 ماتش لعبت تارير جوش، قعدت بنلعب بين رير جوش ورير دروا، ما لعبت حتى ماتش في اللاكس. وانت تلعب ساك رسالة ولا كيفاه؟ تلعب ساك رسالة ولا ميتا؟ نكور ايه نكور بشكل اليسار نلعب. ما تلعبت والله، عديت ماتشات باين وقت الكاف، صحيح ما ترشحناش فيها وقتها، ما عملت ماتشات باين وقت معانا ملعب مالي ومعانا سان جورج ومعانا صفاقس. صفاقس ما عملت خفتش تطلع سنيور في بوست كيما كيك صعيب عليك معناها على جوش مع ممكن صار عمرك ما لعبتها قبل ولا اسمعني خويا، احنا متعرف انت الانترونير راه خاصة معناتها اللي يجيك من برا خويا، كان تجي مش يلعبك باش تقول له ما نلعبش، فهمت؟ والكورة راه تحب ولا تكره ما فيهاش صغير، يعني بالنسبة لي يعني ما نمنش، راه يقول لك عمره 18 ولا 19 ولا 20 عام مازال صغير، فهمت؟ طلع في جماعة كبيرة وتحب توصل، لازمك خويا تنحي الخوف، خاطر ايش نية من الاول باش تجيك الواجهة نتاع الجمهور، ممكن نتاع شوية بريسيون، ممكن خاطر تلعب برا مش كيما سبور كيما السينيور. اما بالوقت معناته تبدا جروب باهي، يعني الحقيقة وقت لعبوا معايا في الوقت طلعت كي لعبت مع جوريت تسميهم، معناتها عندهم اكسبيريونس كبيرة، فهمت؟ خلطت على حق الناموسي، على الفالحي، على سيف غزال، بلبولي، عاد الشاد اللي سانتو ديكيب هذيك صحيت معناتها دوك كل ترينيت معاهم، فهمت؟ مع جوريت كبار مين حيولك خاصة انك اللي لعبوا البر، يعني وقت الحقيقة الماتش هذاك اول ماتش لعبته ضد بجاية، وقت عملت فيه جبت بونت وقت مركب العيد، وقت الحقيقة ما حبيتش نلعب، راهو جا حكايه معايا الناموسي قال لي رد بالك، قال لي نحا هذه راهو ما تلعبش وتمشي تحكي مع الترنيه تقول له لا، وخاطر انت اصلك اكستيال طالب رياض رواه وتخاف. قال لي العب خويا قد ما تقدر، مش تلعب 60 70 دقيقه، اعطي قد ما تعطي خويا واخرج على روحك من بعد نورمال. الحمد لله وقت الماتش هذاك عملت ماتش باهي، عملت جبت تعادلنا 2-2، لعبت وقت 75 دقيقه اول ماتش، ومستانس اكسيال مانيش شاريه، خاطر ماك تعرف لاريير راهو مش كيما اكسيال، راهو صحيح فيزيك صعيب هكا. بعد وانت بعد حمدي حتى في العالم المورفولوجي نتاعك ما فماش رياض الرواه في المورفولوجي نتاعك والله، فما عليه ما فماش، كان فما شو اسمه لارير جوش نتاع تشيلسي طويل الونسو هذاك تبارك الله عليه، الونسو صحيح صحيح، بل كان ايفانوفيتش طويل، فهمت؟ فما مينين نتاع اما ايفانوفيتش ماهوش اوفنسيف كيف كنت يا ديفنسيف اكثر، فما ميني هذاك نتاع باريس سان جيرمان اقول صحيح صحيح هذاك طويل وباهي، فهمت؟ يعني الحقيقه ما نكذبش عليك، راه معناتها في اللاكس كنت حتى مشيت وقت كيم ناسيونال مع دي سبور من الاول، زاد حتى كي مشيت وقت كيم ناسيونال مع لي كان، وقتها كنت عند ترينيت عند رجولي مير، وقتها هزينا كوب، لعبت خمسه ماتشات مع سيف غزير وقتها في اللاكس، ما قبلنا حتى بونت الكوب وقتها لما ركب فيه بغداد ربحنا 1-0 تفكر اللي لحمت فيها هذيك صحيح، وقت البدو يلعب رياض روا، ولعب تاني سيف غزال وقت في اللاكس، فهمت؟ وانت شكون بدلك فوزي؟ هذاك المعلم، هذاك تصور الديسيزيون تاع حياتك هذيك اخويا، انا من الاول خفت ما نكذبش عليك، هذاك اخويا انا اسمعني ما ترانيت الحقيقه، كل واحد خذيت منه فايت مع سي موندر الحقيقه، دوما طلعنا ما ينصح فينا ديما الصغار شنو لازم تعملوا كيش ترينيو وشنو لازم معناتها هيك، فهمت؟ معناتها يوريك معناتها اللي انت لازمك تطلع سينيور تطمح معناتها لازمك وقت اللي تجيك فرصتك كيفاش، فهمت؟ دينيس لافاني الحقيقه حل الباب نتاع السينيور، معناتها وراني خويا كيما نقولوا الكوره شنيه معناتها، فهمت؟ رجولي مير الحقيقه ما نش نحكي عليه، معناتها انترنير كبير برشا، تسمى من احسن نوتر ميرا، معناتها نصور كيف سيتوا معناتها في الشعمل اللي طوال ولا ليكيب ناسيونال، فهمت؟ صحيح تعلمت منه برشا كوره، مش نقول ميرا تعلمت منه كاكسيال، معناتها ما لعبش عنده الحقيقه رياض روا بعد سي فوز، وقت كان تفكرش خذيت حمر، يعني وقتها صارت المشكله نتاع صفاقس اي سوبر معناتها، فهمت؟ اي صارت المشكله هذيك وقت سي فوزي، وقت دوم مزير كي خذا اول ماتش وقت لعبنا ضد فما وقت الافريقي هما 4 ماتشات، فما الان تعاقبت 4 ماتشات، اول ماتش وقت كونتر الصفاقس ولا كونتر الافريقي ناقصين سبعه من سبعه ملاعبيه صحيت اي،
اي عامر رجع تابعي وقت ربحنا الافريقي وتعدينا مع صفاقس، وصفاقس نحكي لك وقت اوكي العام اللي قبله، العام اللي قبله هز الشامبيونات وقت عنده ايكيب باهي وقت فيها الفرجاني والروج منصر صحيح ودون فيها جوارات باهيين فهمت. من بعد ما نكذبش عليك وقت جا حكايه معايا تبجع قال لي راه اسمعني الاكسيار راك باش تنساه، لعبت معاه ماتش برك ارتحت الاربع ماتشات هذوك مشينا نلعبوا ضد الاهلي. واني الحقيقة كنت نلعب في اللاكس كانت عندي هي صنعة مش خايبة، ما انت كونفيونس فهمت كيما ترى مرياح معناتها عادي تشد نشد كورة نشد كورة ونحب نفنتي ساعات في اللاكس ونحب ندريب فهمت، لكن بتاع كونفيونس فهمت. مشينا نلعب ضد بالي والله نتفكرها كيف طول مرتين يطلع لي عليني وقت بالفجعة وقت عملنا سبر سبر مع الاهلي يطلع هو لي عملها قبل ما خاتم طرابلسي زاد. اي اي وقتها بعتيه لي كاو غزل لي قال لي راهو اسمعني قال لي راهو لك سيال معيني انت قال لي كان تاخذ طلع في اللاكس تركب لي السكر قال لي انساه اخوي قال لي كان تحب اخوي تعمل مستقبل واحد تكور في محمد رسول الله تلعب ريال دروع من الاول الحقيقه جاتني بيزار قال لي راهو اسمعني اريير زاد راهو باش تلعب اريير قال لي معناتها مش اريير كيما نتفرج عليك معناتها تقعد لي معناتها تلعب حتى للسونتر وترجع قال لي اريير لازم تولي تلعب اوفونسيف وقت خدمت برك سبيسيفيك عنده الحقيقة تلاها بيا خويا عندي الحقيقة عنده فضل عليه كبير خويا وصلت خويا عملت معناتها عملت كما نقولوا نحن البريود هذيك عديتها في ليتوال وصلت ناسيونال والحمد لله ما عاد في الزمالك قعدت معناتها علمني برك حوايج الحقيقة طوريت شدنا وقت سبيسيفيك نتذكر وقت أكثر 3 جولات شدني أني وبن عمر وبنجورا هو بن عمر الغالي كان قال الجملة هو رجع هو رجع هو وعماد بن يونس وقت يعرف بن عمور ما بن عمور كيف شر لوي رجوي قعدوا يحكيوا عليه بالباقي وكل شيء بن عمور تبارك الله مش نحكي لك عليه تبارك الله ما شاء الله ما عاد نتصور يعني تظلم برشا معناتها كان ينجم يلعب راهو كان ينجم هو اول واحد فينا كان ينجم يلعب سينيور وقت نصور علي لعب قبله اما هو الحقيقه كان وقت بريسك اول واحد طلع راهو طلع وقت مع ابو غطاس عند بيتر هامبيرغ فهمت وصارت له مشكله وقت الحقيقه في نفكر في معدته ولا مع هيك فهمت هي اللي خليته معناتها وخرته شويه معناتها تسمى خسر عام هكا باش مشى للرادوي وكل شيء ما كان نجم يلعب قبل معناتها برشا فهمتك حمدي انا اي واحد يعرف فوزي بن زرد يقول الحمد لله نعرف تعرف نتاع فوزي اعطينا حاجه انت فوزي اي برشا اخويا برشا برشا خويا اعطينا وحيدة هكا قعدت لك في بالك تعرف سي فوزي عنده حاجة باهية عمره راهو في حياتك في وجهك ما يشكرك راه كيما حكى لك مغطاس عنده فاز قبل ديما انت مثال تغلط يغلط الكبير مثال يعطيك من كون قلنا احنا اني انا عرفش اني عمار يعطيني باس غلطة يدخل فيك انت يشدك في الفستير ما يخليهم يعمل لك انت ما عادي علق فانت مو عنده اللي يدخل خويا في الفستير ما تعرفش عليه يا كرابون خويا تلقاه عرفته في الواحد خويا الفوق يا ما تعرفش عليه حزيله كل مره يعمل كيفاش فاز البدوي قالوا ذهبني يعني انت معاه ولا لا هذيك عالميه هذيك ماتش وقت ماتش تطويل وقت ميزاك يتخلى مسكين البدوي ما بقى دقيقه الحكايه الكل انت مازال يجري الراجل ما عاد الله غالب ماهوش قصده هو فهمت تخلى وقت البدوي يا وقت في الفيستيان تفكر فهمت كيما وقت حكايه عليا معاش ضرب متغش على روحه كل شيء غزل له وقال له يدي لا ما تضربيش يضربني ياني يضربني ياني لا ما قلبه باهي راهو ما الحقيقه مانيش نسمع فيك بالباهي اي قصد ورجع توا هاي سي بون هاك مريض قلت لك قبل في البريود نتاعك راني تألقت برشا بوست ريال دروا وكنا نحكيو حتى على حمدي في كيبات كبار في الليغ كيما مالاكا شنو صار علاش ما تمتش ما مشيتش كيب كبيره وقت والله يا اخويا الحقيقه اسمعني يعني ما نكذبش عليك ريت البريود هذيك وقت ما زدت ما نعرفش شو معناتها دومين مانجير ودومين شو معناتها باش تجيك كيب وكل شيء فهمت الحقيقة كي وقت اللي كنت نلعب بريسك 3 سنين هذوك اللي عديتهم مع سي فوزي جاوني برشا دي زوفر الحقيقة معناتها وصلت إيه انت كنت ما شاء الله في وقت في الطنبك نتاعك يعني ايش نعطيك حاجة يعني المشكلة كنت وقت مصح مع عبد القادر الجيلاني فهمت المانجر بتاع عبد النور صحيح وقت عمري بريسك ساعات ما عمري 20 عام وقت من اول ماتش تفرج عليا
كلمني وقتها سليم درويش، قال لي راه فما مانجير عجبته كل شيء. الحقيقه اي جوار، اي جوار في بلاصتي كي باش يسمع الاسم هذايا واللي هو معناته صح مع عبد النور، وتشوف انت عبد النور وقت يلعب في هو بطوله فرش العالم برشا من لاعبين، عبد النور، صاحب الخليفة، عصام جمعة كان معاه. هاي عادي عادي باش تمشي معاه معناته بالصح، معاه معناته طول طول، فهمت؟ ايه يعني الحقيقه وقتها مانيش مكن نوعك معناتها باش عابد معناتها مثالك مش صح معاه. يعني الحقيقه صحت معاه 3 سنين وقتها نفكر، فهمت؟ صارت لي وقتها كنت فكرت ماتش جيبوتي وقتها نادي لي لوكاز، ربحنا وقتها 8، فهمت؟ صارت لي وقتها ضربه في ظهري، مشيت وقتها داويت في تولوز بحذاه ورجعت، فهمت؟ الرجعه هذيك وقتها نتفكر والله فما وقت جاني اوفر بعد بارتي الرجاء بالضبط، الرجاء ربحنا 3-0. المانجير هذا برازيليان يخدم مع واحد تونسي، فهمت؟ اسمه عصام هذا، نتفكر وقتها كلموني، فهمت؟ طلبتني وقتها بعد الماتش هذاك كنت باش نمشي لودينيسي، وصلوا حتى بعثوا اوفر لليتوال، فهمت؟ واني وقتها ملون ما في باليش بيه، وكان وقتها اللي يخدموا في ليتوال الحقيقه اي ما الحقيقه ما يقولوا لكش راه معناتها يا ريتك يوصل الاوفر، وصل لي قداش من مره اوفر واني ما بداش نسمع بيه. كي نبدا نحكي مع المانجر نتاعي يقول لي يا حمدي راه اسمعني تو الميركاتو الجاي رانا نحكيو معاهم راهم طالبين الغلا راه معناتها يطلبوا في 1.5 ما عادش 1.2 في الان واحد، فهمت؟ نقول له واني نقول له واني معناتها شنو نخلص معناتها شنو واني سومي تو معناتها فاش شناخ واني باش هم يطلبوا السوم هذاك، فهمت؟ صارت لي برشا مشاكل الحقيقه، ما تعطلت فمرة مره زاد كنت باش نمشي مع الفرجاني والروج ميس هو وقتها كانوا يخدموا مع مصطفى، فما واحد اسمه مصطفى وابراهيم ما عادش كانت تسمع بيه المانجير اللي تو بتاع بسام السرارسي، فهمت؟ وقتها كنت باش نمشي معاه من المادس بعد العام هذاك، معناتها العام اللي نقولوا نحن قبل العام اللي هزينا فيه الشامبيونات كنت باش نمشي معاه من المادس. ما تمتش ما تمتش وقت خاطر ميزات مصحة مع عبد معناتها مع كادير، فهمت؟ قداش طلبي علاش دخلك فهمت ما كانش لازم يتعامل مع خاطر تصير معناها ولا ما فاهم ما اغزر لي فما مانجير فما مانجير يقول لك انت كي تبدا مصحة مع واحد خويا ما تنجمش معناتها ينجموا يدخلك في اي اوفر ينجم يفسدوا لك، فهمت؟ فهمتك هذيك المشكله اللي كادير ما جابلكش شيء حمدي الحقيقة لا ما جاب لي شيء الحقيقة وقت سمعت تولوز سمعت موناكو قعدت نسمع في تولوز في موناكو أماني اللي نتفكرها من لي زوفر ثلاثة اللي وصلوا لي صحاح واحد برازيليان جاب لي اودينيزي ومادس ولا محمد رسول الله وسانتيتيان اللي نلعب فيها الخزري هذوما الثلاثة أنا بعثوا لي وقت أوفر اللي معناتها بعثوا لي صحاح فهمت الكيبين كبار معناها كان تم تصور تكون مسيرة أخرى. شيء أخوي وقت ناخذ ونحكي لك راه معناتها راني ومع عمري والله العظيم أقسم بالله قد راني نحكي لك معناتها جمعيتي خويا ونحبها برشا وباش ما نكذبش عليك عمري في حياتي وقت اللي كنت نلعب في ليتوال عمري ما خممت في الواحد معناتها في الفلوس مع تاني فما برشا عباد ما يعرفوش يعني أقوى سالير خذيته في ليتوال راه قبل ما نخرج بالزمالك راه 10 ملايين معناتها ما كنت ناخذ في ثلاثة وفي زوج كما أي جوار تعدى في ليتوال معناتها فهمت كما ولد ولاد الصندوق صحيح تاك اللي يعطيوك بريمسيوناتير ممكن يعطيوك هكا نقولوا نحن 200 180 وتاخو تاخو معناتها كيما نقولوا نحن عرفت شهريه يعطيوك سالير باهي هكا. اما اكثر حاجه ما قلت عليك اكثر وقت اوفر ندمت عليه نتاع اودينيزي هذاك كليت عليه سوري قداش قيمته الاوفر حمدي؟ وقت بعثوا لي اوفر 1.2 وقتها وكانوا نجموا يطلعوا معاهم ليتوار معناتها وقتها في الوقت هذاك كانوا نجموا فهمت والله نتصور معناتها ممكن تعرف وممكن لا معناتها اسمه عصام هذا مانجير معناتها بازر راهو يتفرج علينا تو يعرف معناتها وقتها ما نعرفوش هذا اللي جاب كوستا لليتوا فهمت جاب كوستا هو سكروا الباب اي وهذا وتعرف وقت سمعت بيه وقت اللي مشيت وقت نحن في تلاسا وقت اني ما في ليكيب ناسيونال وقت كلمني الراجل هذا في اخر نهار ما عادش نجم نعمل شيء وقت كلمت كادير قلت له الحكايه فيها هكا وهكا وهكا قال لي حمدي لازم نشوف وقت مع زياد ومع حسين واحد ونحن الحقيقه وقت في ليتوال عاملين هم في وخا يحبوا يسيبوا حتى الجوار مش معناتها حبوش يسيبوني كما نقولوا نحن بالعاني معناتها تبولدوا عليا ولا حاجه مو وقت كانوا يقموا برشا في الواحد معناتها في التتروات باش يهزوا كل شيء واخر اوفر جاني بعد الضربه نتاعي وقتها كنت فكرش عملت فراكتور دو فاتيك في الساقي وقت مشيت كوب دافريك مع كاسبر جاك دوما روحت صاحي دوما روحت عملت اوبيراسيون رجعت كورت بعد ماتش الي ترابس
جاني اوفر وقت شاف في بلاصه يوسف عطال، جاني اوفر من كورة ري في بلجيك، فهمت؟ هذيك وقت تاني الحقيقه سبب ممكن حتى الجمهور نتاع ليتوال وقت قلب عليه شويه، خاطر مازال ما يعرفش شنو وقت صار بالضبط، فهمت؟ ممكن معك انت خلنا حكايه ما يصيرش اللعبات خويا يعرفوا معناتها الحقيقه. يعني وقت الحقيقه ما نكذبش عليك، وقت البو خويا سي ما عادش نحب نزيد نلعب وقت الحقيقه، فهمت؟ حسيت بخويا ماهمش باين معايا وقت في البريود هذيك، تضرب وتختاريت وقت عملت فراكتور فاتيك الحقيقه. الحقيقه نتاع ربي وقت اللي وقف معايا خويا، الحقيقه نحب التحيه ليه خويا اللي هو الطبيب تاع الكيماسيونات سؤال فهمت، شاب سهيل الشملي الحقيقه، ويامن بن ذكري وقت معناتها البريود هذيك خدمت معاه فهمت، وقف معايا وقت هو معناتها لا يبيع، ومع شكون معناتها وقت مع التنسيق مع سواديه وقت فهمتك. عملت تاني وقت صارت لي مشكله في ساقي، عملت فراكتور دو فاتيغ وقتها في الكيم ناسيونال، في وقتها مش في اللي هي وجعتني في الاخر وقتها في ماتش بوركينا فاسو، روحت ما ارتحتهاش. يعني وقتها كان عندنا فما ماتش لانكار لعبناه ضد حمام نلف وقت خسرنا، تضربت وقتها 20 دقيقه 20 دقيقه خرجت قبل الماتش هذاك، كنت مشينا نلعب وقت بالجيم كيب، مشينا نلعب ضد سيدي بوزيد، من الجولات الكل الابياء يلعب، ولونترونير وقت يبير فيليت قال لي لازم نحبك تلعب انت، وجعتني في هذاك، جيت نحكي مع الطبيب بتاعنا في ليتوار بعد الماتش وقت لعبنا ضد حمام نلف، ترشقت لي ساقي فهمت، مشيت عملتها في سوسه ما نجحتليش، كان تفكرش لعبنا ماتش وقت تعادلنا 1-1 كونتر الاسبيرونس، خلصت دقيقه 70، تصور انت نلعب وقت بساقي وساقي مكسوره، يا رسول الله اقسم بالله ضربت قعدت كلب. لعبت خويا 70 دقيقة وقت مشيت لسيد طرابلسي في تونس، اقسم بالله ديه قال لي برجولية، قال لي شابو ليك كيفاش لعبت بيه، وساق كيكة معنا شكون وقت بيبي المشكلة توال وقتها؟ بيبلي توال خشناوي. فيصل الخشناوي، اما مش هو اللي عمل لي العملية الحقيقة، معناته هو المشكل نتاعه والعيب نتاعه وقت ما كذب عليه، معناته قال لي راه ما عندك شيء ولاباس وساقك مريقلة وما تخافش ومنه ومنه، اني قلت له راه توجع فيا نحس في وجيعة مش نورمال وقتها في ساقي فهمت، قال لي وقتها لا باس وما تخافش، لعبت بها بارتي حمام نلف، اني من وقت اخوي تقلبت عليهم لعبت الكل، ما نكذبش عليك ردها جمعيه كامله اخوي المسؤولين فهمت، الكل تقلبت عليهم في البريود هذيك، فهمت. بعد وقتها صارت كما قلت لك وقت العمليه عملتها، ورجعوني وقتها في بريسك، رجعت تصور انت عامل عمليه ومسمار مركب، رجعت في 20 يوم، راه 20 يوم اول بارتي كونتر الاسبيرونس، يا معلم العاب تخوي 70 دقيقة، بعد 70 دقيقة هذيك كاو عاد، ما تقولش ليه دي، ما تقول لي انا عبا. والله اقسم بالله عمري في حياتي ما باش نكذبش عليك، يعني وقت ظهري فما تروح لاسبيرونس لعبنا وقت ربحنا مركان عمار في رادس، نلعب وقت ظهري خويا ما نجمش نمشي خويا، لعبت وقت تخت بريسك 79 دقيقة هذيك فاز ظهري عين، هذيك بعد بارتي الرجاء خويا مشيت كيم ناسيونال اول اونترامون في كيم ناسيونال، جيت نشوط في كورة خويا قعدت غادي، الطبيب الطب الكل اللي مشيت لهم في تونس قالوا لي ما عندك حتى شيء، نجي نمشي خويا انت، ما لا لا أشرف الساعة في سيف الجزيرة يتفرجوا نسلموا عليهم الزوز. اخواتي هذوك خويا اشرف هذاك تتقابل خويا انت عز سيف في الناس، مصر كنت ولا؟ سيف عشيري خويا ديما يجيب حذايا ذاك الدوير خويا نفرح بيه، وجاته بريود وقت مرته اونسانت خويا وعرفت وحده غادي خويا ديما بحذايا، عز الناس طيب برشا يستحق كل خير. باهي حمدي نحن كورتنا سايبة خويا، هاك تشوفه مشى لمصر تبارك الله حالة معاه راهو يلعب ويمركي وقاعد معناتها بريس في جمعية كل تو في مصر كل يحبوا عليه سايب، واللي تسأل عليه سيف يقول لك ملاعبي في تونس شنو صار معاه مثل ما تفهمش. لا تبارك الله عليه، يعني قلت لك تونس راهو نحن المشكلة جمهورنا سايب، يعني تو انا مشيت نلعب في مصر معناتها مشيت نكور في مصر خويا، الماتش الفينال اللي لعبناه مثال 90,000 80,000 يجيو خويا فهمت، ما يسبوش عباد حتى كي تسبان نتاعهم كسبان نورمال، لان نحن في تونس برشا يعملوا برشا بريسيون على الجوار، ما تحسش روحك مرتاح فهمت، مش اكل مثال بس مثال ضيع كوره تعمل باس غلط اخويا حتى توصل حتى تمركي في جول، ما تلقاش اكل انسان مثالك واحد يشجع وواحد يذمك فهمت، كلها تلقاها كلها تسد فيه، ممكن سيف هذيك اللي عطلته شويه معناتها الفريق نتاعه في الافريقي ما العباد ما دازتش معاه، هو البريسيون مش كيما الكلوب كيما كيف في وسط الكلاسمون اللي في مصر. لا والله لا، يعني كاني نحكي لك هو يلعب هذه الكيب اللي يلعب فيها كبيره برشا، راه مقاولون راه معروفه على الاخر، وهذا تترويه في مصر راه مانيش خايبه معناتها،
وعندهم ينيراني فيهم النحاس، هذا معناته انترونير باهي برشا في مصر، عماد النحاس معناته مستوى الاكسيرنت على عالي الاهلي. صعب كبير. الاكسيون الصافي قال لك يسبها في الديريكت. كيفاه؟ الصافي قال لك يسبها في الديريكت. نقول له والله هات شوف، يعني ديجا من الاول راك شفتني ما عرفتش كيفاش ندخل، ما انا ما نعملهمش هذوما جمله، مانيش مغروم خاصه في الانستغرام. صاحبك برشا أشرف. كيفاش؟ أشرف صاحبك برشا. لا يا خويا هذاك صاحبي برشا برشا، يعني الحقيقة عندك أشرف وعندك بن عمر وعندك ترابلسي، هذوما معناتها المجهورات قرب برشا ليا، معناتها نحكي لك لنا معناتها في سوس. ما حملتش فيه في المشكلة اللي صارت في كوب دي موند. كيفاش؟ هو تو فكرني فيها كي جاء المشكلة اللي صارت في الكوب دي موند، ما حملتش فيه هدي. على اشرف اي والله اسمعني، هذيك المشكله هذيك راهو فما منها الحقيقه، ما فما راهو وقتها في الوقت هذاك فما شكون عامل لي فو بروفيل، راه شو ماكش انت معناها؟ لا اني وقت حكيت، اني وقت حكيت مع الجوالات، حكيت معاهم معناتها واحد كلمتهم، كلمت البوغاني وقتها، كلمت شويرس فهمت، اما في حكايه السبان باش اني وقتها سبيت الميزه، ومانيش اني وقت حتى وقت كلموني راهو حتى من تونس وكل شيء، حتى سي وديع في سرت له في الحكايه كلمني قال لي حمدي راهو ما يجيش كل شيء، قلت له والله لا وقت اني فتحت الفيسبوك نتاعك شفت الفيسبوك عامله واني باسمي مرتي معناتها مش وحدي فهمت، فما اوكي وقت عملت فوق بروفيل سب نساوي معناتها، اما الحقيقه معناتها ما كانوش في الوقت هذاك ما نتصور ما كانوش باين معاه معناتها. ممكن حتى نعطيك حاجه اخرى ما غير ذكر الاسامي، ممكن حتى فما في ولاد جمعيته وقتها فما عباد ما وقفوش معاه. فهمتك. باهي خلينا نرجع لك انت يا حمدي. خروجك من ليتوال فما برشا جمهور اليوم ما تقبلوهش، أنا قلت لك خويا رغم انك كما قلت انت ضحيت ولعبت مضروب وفلت برشا وكنت ليزوفر والله مهمين. كنت نجم نخرج كما قلت لك، معناتها أنا كان جيت وقتها كما ما عندك كان جيت ما عندي جوار بليد ولا جوار بتاع مشاكل ونعمل برشا مشاكل شيء، كنت نجم نخرج راهو على ليزوفر قلت لك جاو هذوما، كنت نجم نضحي نجيب هكا مثال المانجير هذاك، كمان وقتها كانت عندي ثقة برشا في المانجير نتاعي، ما حبيتش وقتها ندخل عباد أخرين معاه، وكنت نجم نتصرف واحد فهمت، خاطر أنت تعرف راهو جوار باش يخرج وكل شيء، تعرف أنت في تونس أنا باش يمشي للأوروب شو لازم يعمل مع المسؤولين وشو لازم واحد معناتها فهمت، يقولوا احنا باش يربي من الاخر، ما لازمك خويا تتصرف معناتها تصنع روحك باش تخرج تطير فهمت، اليوم مع معناتها شكون واحد تخدم ما حمد؟ انت تعرف كيفاه اليوم مع شكون تخدم؟ طوى خويا، ليه طوى خويا على روحي خويا، ما عادش نعمل ما مع عندك حد، حد؟ عندي خويا عندي الافوكا نتاعي خويا حقيقه تفهم فيه، أنيس وحباب مع الناس وعي انيس بالميم وخويا وعندي خويا ريت العباد الكل تو كلهم احبابي خويا، انا الحمد لله يا ربي ما فما حتى مانجير في تونس عامله معاه مشكله، أما فما الناس برشا كلهم يحكيو بي، كلموا خويا، فما برشا يحكيو باسمك. أنا نقول لك هكا، لا نعرف، انا ماني قلت لهم كلهم احبابي وكلهم اصحابي، اما في الواحد في الواقع في بالورقه وستيره ماشي صح مع حد صح. فهمت. علاقتك كيفاش تقبلوه، كيفاش تحكي معاه؟ وين فين لا والله لا انا مريقلة، او بن اني عمر السلام عليك اني ونحكي بعدين مش اشوفكم هتشغل. مريقلة، شكون ابو عمر؟ اي ايه معلم هذاك اخباب معناته شور وشور وقضيته برشا برشا، ذاك ما يفضلش ما تنجمش تشد، تعرف اليوم في فرنسا احكي عليه ماشي ان شاء الله ربي يسهل. سلام حمدي سلام قلت لك تنحكي شويه في بديك اليوم كي تقابلوا في سوسه، كيفاش ضحكتوا معاه كيفاش؟ والله يا خويا صفاني ما عملتش راهو، ماني عمري في حياتي يعني قلت لك معناتها انت تعرف راهو فهم برشا عباد راهم يفهموش كوره راهو الحقيقه، معناتها ماني راني عندي برشا اصحابي الحمد لله يا ربي، معناتها العباد الكل تحبني راهو لنا في الساحل البرا، عمري في حياتي ما عملت مشكله مع حد، ماني قلت لك معناتها لا صار البروبليم لا صار، اني وقتها فما البريود اللي قبل ما نخرج جاني اوفر وقتها من الكورتري، مشيت حتى وصلت عملت مشكله حتى مع الرئيس نتاع ليتوال، وقتها قعدت بريود وقتها حتى ما عرفت شنو كان نمشي نترينا وحدي معناتها هذه قبل الكوب دي مونت فهمت، وقتها سيف فهمت الحقيقه نتاع ربي، وقتها مانيش ماخذ فلوسي وما خلونيش نخرج فهمت، حسيت روحي وقتها مانيش عامل شيء في حياتي من الاخر، معناتها هاني صعب نلعب حتى جدا. كي باش تلعب كنت
تلعب خويا ماكش مرتاح في مخك، صعيبة برشا فهمت. اللي وبعد معك يا واحد شيخ دقيقة ما نقدرش عليه، كمل. اي كمل حمدي. وبعد وقت جات ما نكذبش عليك، وقت جاتني جاني اوفر نتاع الزمالك، وليتوال وقتها عامله كيما قلنا احنا الهيئه تبدلت وكل شيء، وحاطين معناتها هما في مخاخهم فما جوريت معناتها من الجمعيه لازم يخرجوه، مع الجوريت اللي يجيبوا لهم دي زوفر لازم يخرجوه باش يدخلوا فلوس معناتها فهمت. يعني الحمد لله وقت خرجت للزمالك خرجت مبلغ كبير نسمى مش شويه معناتها، خرجت وقت يا ما كنت حكم ايكيب ما فيه في اوروبا زوز حمد. مليار وما فماش. انا يعني قلت لك الحقيقه جبت قداش من نوفر، انا تعرف راه كي تبدا راك في كونترا مع جمعيه، وكي خرجت راني خرجت عمري 23 معناتها بريسك فهمت. كي خرجت وقت ما الحقيقه جبت لهم دي زوف، رحت جاتني كورتري تفهم فيا، وجاتني وقت فما جمعيه من فرنسا شو اسمه اميون، اما مش برشا فلوس ما حبوش سايبوني وقتها فهمت. زوز وقتها فما زوز عطاو فيه وقت 600 الف يورو على مرتين فهمت، ينجموا يعطيوا الجمعيه على مرتين، الرئيس وقتها ما وافقش فهمت. وكي خرجت خرجت للزمالك استخذوني ب 850 في بالي كيف هكا، وسايبوني كما نقول معناتها عطاو له فلوس على مره برك فهمتك. وعلى فكره اخويا راني كي مشيت راهو تحب ولا تكره مشيت للزمالك، راهو الزمالك معناتها جمعيه كبيره راهو في افريقيا راهو معناتها انت حتى تكون فيه معناتها الشامبيونز ليغ كل شيء معناتها بعد هذا الليالي تجي هي معناتها جمعيه كبيره راهو هذا في رأيي انت ما ما تعرفش علي توار. راهو ريت الزمالك ام الزمالك والليالي راهو حاجه اخرى اخويا راهو كل شيء راهو معناتها تدخل خويا ككوره ك معناتها بالشعبات معناتها اخويا تحس من على الاخر راهو اني يعني من خلال ريت التجربه نتاعي الاكسبيرينس نتاعي في مصر تعلمت برشا حوايج خويا. فهمت. هل ندمت حمدي على الخروج من الزمالك ولا لا؟ خصوصا بعد الليكيب توا هز البيتر وقال واصله في الشامبيونز ليج بالكدا كوره معناها. لا عمري ما اخويا عمري ما اسمعني عمري ما ندى في حياتي، اني خاطر اني راني خذيت القرار واني حبيت نعمل كيك، خاطر حسيت روحي عديت معاه مع عامين واني تبارك الله مع عامين راني هزيت اربع تترويات في الزمالك معناتها بريس كلاب صحيح تحسبهم عام ونص، مشيت الست شهور الاولى ست شهور الاولى مشيت وقت الزمالك تمر فتره خايبه على الاخر، تصور اخي فتره تشوفها في حياتك كملنا وقت الرابعين، تصور اني مشيت لهم في الكلاسمون الثامنين راه كملنا الرابعين وهزينا كوب وقت عام نبيل كاف اللي هزيناه عام الجاي، وهزيت معاهم هذاك السوبر مصر السعودي وهزيت معاهم كوب اخر معناتها هزيت معاهم اربعه تترويات نسمى فهمت. فهمتك. وحتى كي مشيت غادي وقت ما يكذبش عليك السنه معناتها اني شنو الحاجه لما غادي خلاتني الاكثريه باش نخرج وكل شيء التصرفات من بعد تقلبت فهمت، مانيش كي العاده كل شيء معناتها وصلت نحس روحي اللي اني مصري مانيش معناتها جواري ترونجي في الزمالك، كان فما حتى ممكن احترام حتى يجيك يقول لك نعاود كونترا ولا نحكي معاك ولا الناس معناتها انا عرفتك المقدم واحد خاطرني كان جات وقت الوضعيه نتاعي معاهم باهيه كمسؤولين وكاداره كنت نجم نقعد في الزمالك كيما ترى عليه معناتها عليه تبارك الله تو عنده 7 سنين وست سنين في الاهلي ما خرجش معناتها ومزاك يعاود الكونترا فهمتك. واني ما كنتش تصبر شويه على بقيه الفلوس اني من نوع خويا راني مكجورات راني كي نبدا في مخي راني مانيش مرتاح ما عادش نجم نعطي الوضعيه خاصه بك انت كهو محمد والملاعبين الكل. لا ملاعبين الكل ما اسمعني اني وقت الكونترا نتاعي في ليزيترونجي خاطر اني وقت اول واحد في ريت ليزيترونجي اللي جاو كي مشيت لمصر الكونترا اللي مشيت بيه اني لمصر وقتها في ليزيترونجي نتسمى اكثر واحد مازال وقتها ما خلصت ديال الشيخ في فهمت. من بعد شنو صار وقت جابوا مثال كي جا الفرجاني وجابوا بوطيب وبيراميدز ولات تجي في برشا جورات وكل شيء فهمت. المشكله اللي صارت لي من الاول لا محمد رسول الله صارت لي مشكله بتاع بنتي في القرايه صارت لي فصل الكرهبه وصلوا غادي يفكوا لي الكرهبه تصور الكرهبه ما الوراق نتاعها ما نجمتش معناتها كي نقولوا نرخصها خاطر غادي في مصر صعيب باش تعمل اقامه ما فما حتى راهو على فكره فما حتى ترونجي عنده اقامه في مصر راه ما فما شنو؟ ما فما حتى جوار اترونجي عنده اقامه في مصر
فهمتك. اي دونك الحكايات هذوما اثروا شويه. انت حاب ان نلقى باش تكون واضح، حبيت تكون السعر نفس القيمه نتاعك نتاع لاعبين اجانب اخرين في الزمالك كما اللي جاوا جدد؟ ممكن هذيك حاجه من الحاجات الحقيقه، خاطرني وقت الحقيقه في البريود عاطي معناتها روندمون طياره على الاخر، فهمت؟ وحكاوا معايا قداش من مره، حكاوا معايا قداش من مره، معناتها اللي يعني معناتها باش نبدل الكونترا وكل شيء، وبعد ما صارتش، فهمت الظروف هذيك، ودون الحاجات هذوك اخويا بعد وصلوا. راهو اش بيك، راني وصلت معناتها 5 شهور راني ما خلصتش لا كري لا حتى شيء. راهو واحد اترونجي صعيبه، راه في الظروف هذيك امبوسيبل. نتصور انت حتى الجوار اترونجي لنا ما يلقاش الظروف في تونس في اي جمعيه كبيره باش ينجم يعمل كيك اخويا، نفس الحاجه هذيك. انت اللي عملوا كي مشيت كنت تقريبا الستار الاول نتاع ليكيب، بعد كي جاو الاجانب الاخرين حسيت الاهتمام ما عادش كما كان من الاول؟ لا 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 والله لا، جمله ما عندها حتى قيمه هذه، حتى قيمه. وعلى فكره راه وريت لي زيترونجي زاد اللي يلعبوا حتى تو في الزمالك عندهم مشاكل. راه تو بو طيب ديجا فسخ الكونترا نتاعو، ما سمعتش بيه. بو اي طيب جالس معناتها معناتها كاسم، معناتها كجوار مغربي وكل شيء كبير زاد، فهمت؟ الفرجاني زاد صار معناتها صارت له زاد مشاكل نتاع فلوس، كيف كيف، فهمت؟ مش حتى فلوس، ما هي وقت البريود هذيك وقت خايبه برشا، فهمت؟ البريود نتاع اول العام وقتها مرينا ب3 شهور ولا شهرين خايبين برشا. فهمت. الفيديو اللي خرج منتظر منصور بعد خروجك قال فيه برشا كلام عيب في حقك حمدي، خممتي تشكي تعمل حاجة رياكسيون؟ والله يعني اسمعني، يعني عليك شفتني، ما لا عمري رديت عليه، لا جاوبته، لا حكيت عليه لا شيء. الحقيقة اني كنت نحترمه برشا، وهو برشا ناس راهم يعرفوش، راهو مش كيما تشوفه في الفيديوهات وفي الواحد كيما تشوفه في الواقع. في الواقع راهو انسان اخر، يتبدل كومبليتمون، يولي لك نوع اخر، يضحك ويفدلك وكل شيء، فهمت؟ هو ما كان نوعك اللي يسمع برشا، معناتها يتصنت برشا العباد ويجي يقول له هذاك منه والاخر، معناتها هو حمدي يحكي عليك وهو شنو وش بدهم، معناتها فهمت؟ يعني الحمد لله اخويا كنت نظيف، هو معناتها انت تعرف برشا كان تدخل زاد فيديوهات عاملهم على برشا جوارات، فما حتى جوار هو يوصل يعمل مشكله مع الزمالك ولا حكايه وما يخرجش يتكلم عليه. اخر واحد كهربك شفتش عمل فيه، معناتها شفته. امين يا اخويا، جاوبته بالقانون، ما انت خديت حقي اخويا، واحد بالقانون خليت المحامي بتاعي يخدم اخويا خدمته، وحتى كي يمشي يجاوبوا يجاوبوا، ما نتدخلش فيهم الحكايه هذوما، تلاقي بالكوره ولا على بالي اخويا. وحتى جبت حتى حكيت وكيل اللاعبين نبيل ابو زيد 140 دولار كيف كيف قاعد يسالك، شنو حكيته؟ فماش منها هذيك، هو المانجير هذايا ماهوش تبعني جمله، معناتها يعني حتى كي باش نعطيه فلوس مش نعطيه له، معناتها كي نقولوا نحن عباره صدقه، فهمت؟ خاطر المانجير هذايا ما بين الزمالك وما بين النجم الهلال الساحلي، معناته وسيط على نادي الزمالك. كلمني يعني خاطره يخدم مع الزمالك، فهمت؟ معناتها انا مش المفروض نعطيه فلوس، وبالعكس اعطيته فلوس. وحتى الحكايه هذيك وقت اللي وصلت، فما مانجير اخر ممكن تسمع بيه اسمه شادي هادي، نصور كان يسمع فينا تو يحكي لك، فهمت؟ اي هذا يا خويا لا محمد رسول الله يخدم، كان يخدم مع نبيل ابو زيد، فهمت؟ يخدم مع نبيل ابو زيد وقت اخويا، وصارت لي وقتها مشكله. بعد هو وقتها حب ياخو كما قلنا احنا 10% من الكونترا. يعني حكيت معاه كواحد، معناتها حكيت معاه كما قلنا احنا في اللوجيك، معناتها قلت له كان انت جيت المانجر نتاعي وصح معايا تاخذ 10% نتاعك كيما اي مانجر اخر في العالم، فهمت؟ فهمت. اما هو وقتها كان ما بين الزمالك، معناتها هو خذا من ليتوال وخذا من الزمالك وخذا مني، وكان مازال يحب فلوس اخرى، معناتها. باهي. بعد خروج حمدي عاش اخترت ليتوانيا بالذات. ليتوانيا، سامحني خويا، ما نكذبش عليك، وقت البريود هاك تعرف اللي خرجت وكل شيء، الحكايه نتاعي ما كانتش واضحه برشا، تفهم فيا؟ وقت برشا عباد مش في بالهم اللي يعني معناتها مازلت ما فسرتش واحد، والمشكله والقضيه باش تربحها الزمالك، ودي ديجا شفت حتى الردود نتاع الصحفيين مصارة تعرفوا نتصور اكثر مني، يحكيوا برشا ويخرجوا برشا في قنوات، الحكايه كبرت، فهمت؟ في بيت خافوا من الموقف نتاع السيتياسيون نتاعي. وتعرف الميركاتو نتاع الشتاء مش ساهل كيما الميركاتو نتاع الصيف، معناتها الميركاتو نتاع الشتاء سيء. حمدي اوه صح شريفتك.
صح صح باش مظبوط. الامور. ما كناش رامي خطرة برا، ما طلعليش من الاول، عاش كيفاش شنو فما فازة صارت خايبة. اه فهمتك، سي بون تو قديت الامور. هاي سي بون هاك اخوي، تشوف فيه مريقلة. اي سي بون. ايوه شنو العشاء؟ والله اخويا اليوم روز جربت. اي صح اخوي، اعطيتها عاش مليح كيفاش شوي اخوي، شوي. لازم اخويا كاو المرأة اخوي اللي هي بينا، الحمد لله ايوه ربي يفضل ذلك. ربي يخليك يا غالي، يرحم والديك وانت زيد. ترينا شوية شوية شوية. والله مريق اخوي في لونترامون ديما، عندي 5 ايام خويا نخرج لبرا نترينا، ونهار في الدار، وديما نهار لحد راحة. سيونس واحدة ولا زوز؟ منسق مع بريباراتور فيزيك نتاع جمعيتي لغادي في ليتوانيا، وفهم واحد اخر لنا كان معانا في ليتوانيا، ياسين بسيط متصور تعرف، هو عامل سيونس تعمل ولا برنامج. زوز؟ نعم تعمل سيونس واحدة ولا زوز؟ لا واحدة واحدة بقى ديما واحدة، فهمت. ما تو رمضان ما تعرف، عاد تو واحد لازم يطيح شوية الريتم، واحد اي صحيح يظبط تعب. ووحدك ولا اون جروب معك شكون؟ والله عندي لا واحدة يعني الحقيقة، وعندي زوز صحابي ديما يمشوا معايا، فهمت؟ ما مش ما طويلة. تمشيش مع الولاد تشوف فيهم؟ انا بن عمر وغازي ومثنيني ماكش معاهم. والله لا والله الحقيقة نشوفهم كل شيء، من الحقيقة ما مشيتش معاهم الحقيقة، ديما فهمت. نتكلم وكونتاكت معاهم، ديجا حتى اللي ترناو وعندهم ما تنعرفهم اصحابي، مشيت لهم قبل برشا مرات. اي وش تعمل في النهار بعد الانترينمون؟ كيفاش تعدي مدة طويلة في الدار نتصور؟ والله صحيح يا اخويا، كل عباد الكل الحقيقة، جوست نمشي كالصباح نقضي قضية للدار، لا مات لا فات، روحت لبلادي المنزل كاملة باش نطل على العائلة، على بابا وامي وعلى العائلة اخويا، فهمت؟ شنو معناتها ديما الحقيقة ديما في الدار وكو. انت سكنة في سوسة ولا وين؟ سكنة في سوسة، هي مصلي بمنزل كامل. فهمت. ايوه تعاون شوية المدام ولا وحدها والله الدرب. نعاون اخويا، نعاون الحقيقة، مش برشا في التطيب، اما انا التنظيف نتاع الدار معاون اخويا، واحد تعلم برشا حوايج الحقيقة. وقفت لك مليح. ها لا امريكا اخويا ما شاء الله، لا بس اي بابا ان نحكي شاء الله شويه كوره. الايامات الجايين واحد يمشي بحدا دارهم، غادي نمشي المنزل كامل على الايامات ان شاء الله. عامل برنامج. اي ان شاء الله الجمعه الجايه اي بحدا دارهم لازم سورتو باذن الكوارجيه، ما الله. عندهم قليل وين يبداو هكا بريود كيما هكا يقعدوا بلاش ماتشوات وواحد وفي الدار ديما استاجات او ماتشوات. صحيح، هو الحقيقه كي تشوف راه خاصه كي تبدا تلعب لبرا اكثريه الوقت تبدا بعيد على عائلتك في رمضان، راه معناتها فهمت. نتصور فترة باهية واحدة، الحمد لله معناتها نعرف فترة خايبة معناتها باش نبعدوا على الكورة، واحد أنا يقرب برشا لعائلته الفترة هذه. صحيح. كنت انستغرامك جديد حمدي. والله عملت قبل خويا سرقهولي الحقيقة، هذه تو كي نقول لك جيل خامس ولا قداش، خاطر قعدت بيت ما هي فيش مانيش مغروم رمبل بيه الحقيقة، برشا. مانيش مغروم بيه برشا الانستغرام، ما نكذبش عليك أكثر على الفيسبوك، فهمت؟ فهمتك. هذا بنستعمله مش برشا الحقيقة، ما نركزش برشا على انستغرام، نكثري دي من فيسبوك كما قلت لك. خلينا نحكيو شوية كورة حمدي. الحمد نحكي لله كنت بديت منزل كامل هكا ولا والله بديت في مازل كامل، لعبت عامين في عامين في ليكول. ليكول، لعبت كول عامين في اي ليكول، وش وبعد ظنك في عام مخك؟ كنت تعمل تيست انت مغروم من نصلك ولا جيت بالصدفة ولا كيفاش؟ لا كنت مغروم برشا، كنت حتى قبل ما قبل اللي كل ملواني صغير، ما الحقيقة ما كنتش ما عندي صفا، وصلت نتسمى باك في القراية، ما كنتش مغروم برشا بالقراية أكثر من الكورة، الكورة اللي معناتها مركز عليها برشا تحسني من الصغر، فهمت؟ والحقيقة بابا معناتها تلاقي بيا برشا وأنا صغير، ما سايبنيش، فهمت؟ عندي بابا وعمي وقفوا معايا على الآخر، حبوا يوصلوا فهمت. معناتها باش نوصل نكور، الحمد لله. ماك تعرف زاد باش توصل تكور، معناتها توصل تلعب في جامعة كبيرة ولا تلعب في نيفو باي، لازمك تتعب خويا من الصغر معناتها الحقيقة. أنا وقتها كنت في منزل كامل عملت عامين، من بعد فما مقبل فما كليكيب روجينال يجوا يتفرجوا ياخذوا من منزل كامل بني حسين جمال مكنين، فهمت؟ يبداو تابعين ولاية مستير، فهمت. يهزوا اللي يبداو تابعين ولاية مستير. وقت عملنا ستاج في تونس، فهمت؟ نتفكر فما برشا جوريت معايا وقتها من الاسبيرونس ومن ليتوال، ومعروفين كانت كما قلنا احنا اللي وصلوا بن عمر ترابلسي، فما عليا، فما من الاسبيرونس ياسين الخنيسي، فما وقت ايهاب المباركي وقت مازال في بنزرت،
فما في الاسم الحدادي فهمت. من بعد ما نكذبش عليك من بعد خويا وقت اللي ملول كي مشيت نلعب في مازل كامي كنت اتاكون، راه ما كنتش ديفون أبون. ولا جنب، والله كنت نلعب في مازل كامي كنت نلعب دومي دروا أي فهمت، كنت قصير الحقيقه ما كنتش شكل طويل بالحفظ. جباري والله. انا احكي لكم بعد كيف صار الفاست طول بتاع. من بعد وقتها في كي مشيت للكيب هذيك خد الكروجينات صارت جاوني وقتها فما مستير وفما ليتوال وفما الافريقي وقتها في تونس فهمت. بعد خويا ما نكذبش عليك وقتها ما تعرف نسكن في منزل كامل باش تخمم حتى باش تمشي لتونس وانت صغير بعيده ما خممتش فيها جمله، واني من صغري من الاخر ما نكذبش عليك نحب ليتوال معناتها فهمت. اما كي شفت النيفو نتاع ليتوال ونتاع ليسبيرونس والافريقي واحد حكيت بيني وبين روحي معناتها حتى مع بابا قلت له خليني نبدا مع مستير قبل الخير فهمت. بعد هو كبش لي الحقيقه هما حبوا عليه جماعه ليتوال، مشيت من الاول عام كامل نصور كي كدي بحكي مع هذا، كابس بغطاس عام كامل نترينو برا فهمت معاه ما كدي بلعبش هذا. بدر. لا لا مشيت صغير يعني اني وصلت وقتها بريسك بديت نلعب في ليتوال مينيم بي، قعدت نسمى راه في البريود بتاعي في ليتوال والسينيور ما عادش تعديت بكل ما تعديت مينيم كادي جونيور سبور كل لعبتهم فهمت. فهمتك. اي وجينيراسيون بتاعنا 92 ثورة كسامع بها معناتها حصلنا معناتها وقتها نحن مستمع مستمع بها. نحكي لك انا فاز ما تعرفهاش انت، في بالك انا كنت ربيت وشديت لكم ماتش اسيستون في سوسه مع ستاد، انا بعث لك تصويره لو تشوفها. انت اسبوع وقتها، اسبوع عملت اسبوع اسبوع مع بتاعك ستار انت تلعب في اللاكس وقتها. فلاكس ما اوكي انا هكمل لك عاد وقت مشيت لك خلينا نقول لك شكون فيها ليكيب، فاهمي قاسم ونفكر هيثم دوله شهاب لعبت وشهاب في الاكس. فاهمي اي صحيح فاهمي وقت طلعوه معانا فهمت. واني وقت ما نكذبش عليك وقت حكى معايا وقت قيس الزواغي وفما شو اسمه سيروت في الحسومي زاد وقت قالوا لي راهو كان تحب تطلع للسينيور اطلع ما تزربش وقت عملت بريسك عملت عامين وقت عامين جونيور فما عام الاولاني وقت مع سي محمد المكشر وبعد رانا انا قيس الزواغي فهمت العام الثاني وبعد طلعت سبور مع سيروت في الحسومي عملت عام والعام هذاك وقت فما انترونير سي منذر الكبير اللي فينا وقت فهمت بريسك طلعنا فرد وقت راه واني وبوغتاس ممكن تلعب لعب قبل ما بيناتناش برشا وقت وصدام وقت صدام بن عزيز وبن امبارح عمر معايا ابو بطاط قد 2010 طلع هو. صحيح تاني طلعت قبله مش قبله طلعت معاه فرد عام هذاك كمان وقت اللي ترينا برك ما لعبتش معاهم جمله فهمت خاطر فما وقت فهمتك. فما الفيل فما شو اسمه فما ديفونسير وقت جابته جبناه وقت جابته ليتوان من كان يلعب ايكيب ناسيونال في السنغال لعب في نيوكاسل وقتها ما عادش لعب ضدنا في الكوب دافريك 2004 السنغال والله نسيته، نسيت اسمه سنغالي في سنغال اللاكس حسيلو اكسيال باي فلاكس وقت نسيته جاي ما عملت لعبش عام ماتش كنت مع سموند الكبير تبارك الله معناتها باكسيال غول وقتها فما سيف غزال فما وقت شمس الدين ضوادي معناتها ما عندي البلاصه هذيك فهمت فهمتك. ماهي سهله بس طلعت وانت شكون اللي طلعك يا مدرب كبير؟ طلعني يا اختي طلعني سيموندر كان معنا ديريكتور وقتها عاد كان ديريكتور سبورتيف كل اه يعرفه لامين دياتا، لامين دياتا قال في لامين الكومنتات. دياتا صحيح تاو لامين دياتا فهمت هكا وخويا. بعد وقت شكون الحقيقه اول واحد لعبني دينيس لافاني في الاكس وقت طلعت تاني في اللاكس وشكون معاه وقت سي قيس الزبير سي قيس كان شددني سبور فهمت وقت تبارك الله كان فكرش فخر الدين بن يوسف كان وقت عامل سيزون مزيانه برشا مع سفيرس لعبنا وقت بريسك اول ماتش ما لعبتوش وقت ضد سفيرس اما كي شديت مع لافاني وليت نلعب تيتولير نلعب تارير جوش بريسك لعبت جي 10 ولا 12 ماتش لعبت تارير جوش قعدت بنلعب بين تارير جوش وتارير دروا ما لعبت حتى ماتش في اللاكس. وانت تلعب ساق اليسار ولا ايه؟ كيفاه؟ تلعب ساق اليسار ولا ميتر؟ نكور بساقي اليسار نلعب ما تلعبت والله عديت ماتشات باين وقت الكاف صحيح ما ترشحناش فيها وقتها ما معناتها عملت ماتشات باين وقتها معانا ملعب مالي ومعانا سان جورج ومعانا صفاقس
شخص ما عملت خفتش تطلع سنيور في بوست كيما هيك صعيب عليك معناها اذا جوش معك انسان عمرك ما لعبتها قبل ولا اسمعني اخوي، احنا متعرف انت الانترونير راه خاصة معناتها اللي يجيك من برا اخويا، كان تجي مش يلعبك باش تقول له ما نلعبش، فهمت؟ والكوره راه تحب ولا تكره فيهاش صغير، يعني بالنسبه لي يعني ما نمنش، راه يقول لك عمره 18 ولا 19 ولا 20 عام مازال صغير، فهمت؟ طلع في جماعه كبيره وتحب توصل، لازمك خويا تنحي الخوف، خاطر ايش نيه من اللو باش تجيك الواجهه نتاع الجمهور، ممكن نتاع شويه بريسيون، ممكن خاطر تلعب برا مش كيما سبور كيما سينيور، اما بالوقت معناته تبدا جروب باي. يعني الحقيقه وقت لعبوا معايا في الوقت طلعت كي لعبت، لعبت مع جوريت تسميهم معناتها عندهم اكسبيرينس كبيره، فهمت؟ خلطت على حمد الناموسي، على الفالحي، على سيف غزال، البلبولي، عاد الشاد فهمت؟ اللي سانتوت الكيب هذيك صحيح، معناتها هذوك الكل ترينت معاهم، فهمت؟ عنده جوريت كبار ما ينحيوا لك، فهمت خاصه انك لا لعبوا البر. يعني وقت الحقيقه الماتش هذاك اول ماتش لعبته ضد بجايه، وقت عملت فيه جبت بونت، وقت مركب العيد وقت الحقيقه ما حبيتش نلعب، راهو جاي حكايه معايا الناموسي، قال لي رد بالك، قال لي نحا هذه راهو ما تلعبش وتمشي تحكي مع انترنت تقول له لا، وخاطر انت اصلك اكستيال طالب رياض روا وتخاف. قال لي العب خويا قد ما تقدر، مش تلعب 60 70 دقيقه، اعطي قد ما تعطي خويا واخرج على روحك من بعد نورمال. الحمد لله وقت الماتش هذاك عملت ماتش باهي، عملت جبت تعادلنا 2-2، لعبت وقتها 75 دقيقه اول ماتش، ومستانس اكسيال مانيش عارف، خاطر ما تعرف لاريال راه مش كيما اكسيال، راه اي صحيح فيزيك وكل صعيبة شيء هكا. بعد وانت الحقيقه بعد حمدي حتى في العالم المورفولوجي نتاعك ما فماش رياض رواه في المورفولوجي نتاعك والله فما عليه ما فماش، كان فما شو اسمه لاريال جوش نتاع تشيلسي طويل، الونسو هذاك تبارك الله عليه، الونسو صحيح صحيح بل كان ايفانوفيتش طويل، فهمت؟ فما مينين نتاع اما ايفانوفيتش ماهوش اوفنسيف كيف كنت يا ديفنسيف اكثر فما ميني هذاك نتاع باريس سان جيرمان، اقول صحيح 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 ذاك طويل وباي، فهمت؟ يعني الحقيقه ما نكذبش عليك، راه معناتها في اللاكس كنت حتى مشيت وقت كيم ناسيونال مع دي سبور من الاول، زاد حتى كي مشيت وقت كيم ناسيونال مع لي كان، وقتها كنت عند ترينيت عند رجولي مير، وقتها هزينا كوب، لعبت 5 ماتشات مع سيف غزال وقتها في اللاكس، ما قبلنا حتى بونت الكوب وقتها لما ركب فيه بغداد، ربحنا 1-0 اي تفكر اللي لحمت فيها هذيك صحيح، وقت البدو يلعب رياض روا، ولعب تاني سيف غزال وقت في اللاكس، فهمت. وانت شكون بدلك فوزي يا هذاك المعلم، هذاك تصور الديسيزيون تاع حياتك هذيك هذاك اخويا، يعني من الاول خفت ما نكذبش عليك، هذاك اخويا يعني اسمعني ما ترانيت الحقيقه، كل واحد خذيت منه فايد، ما عادش في منظر الحقيقه دوم ما طلعنا، ما عاد ينصح فينا ديما الصغار شنو لازم تعملوا باش ترينيو وشنو لازم معناتها هيك، فهمت؟ ما عاد يوريك معناتها اللي انت لازمك تطلع سينيور تطمح معناتها لازمك وقت اللي تجيك فرصتك كيفاش، فهمت؟ دينيس لافاني الحقيقه حل الباب نتاع السينيور معناتها، وراني خويا كيما نقولوا الكوره شنو هي معناتها، فهمت؟ رجولي مير الحقيقه ما نش نحكي عليه معناتها، انترنير كبير برشا تسمى من احسن نوتر ميرا معناتها، نصور كيف سيتوا معناتها في اش عمل لي طوال ولا لي كيب ناسيونال، فهمت؟ صحيح تعلمت منه برشا كوره، مش نقول ميرا تعلمت منه كاكسيال معناتها، ما لعبتش عنده الحقيقه رياض روا بعد سي فوز وقت كان تفكرش خذيت حمر، يعني وقتها صارت المشكله نتاع صفاقس اي نتاع اي سوبر معناتها، فهمت؟ اي اي صارت المشكله هذيك وقت سي فوزي وقت دوم مزير كي خذا اول ماتش وقت لعبنا ضد فما وقت الافريقي هما 4 ماتشات، فما الان تعاقبت 4 ماتشات، اول ماتش وقت كونتر الصفاقس ولا كونتر الافريقي ناقصين سبعة ملاعبية صحيت اي اي خرجت تعبان وقت ربحنا الافريقي وتعدينا مع صفاقس، صفاقس نحكي لك اوكي العام قبله، العام قبله هز الشامبيونات وقت عندي كيب باي وقت فيها الفرجاني والروج منصر صحيح فيها جوارات باين، فهمت؟ من بعد ما نكذبش عليك وقت جا حكايه معايا تبجعت قال لي راه اسمعني لاكسيار راك باش تنساه، لعبت معاه ماتش برك ارتحت ال4 ماتشات هذوك، مشينا نلعبوا ضد الاهلي وين الحقيقه كنت نلعب في اللاكس، كانت عندي هي صنعه مش خايبه معناتها كونفيونس، فهمت كيما ترى مرياح معناتها شد عادي كورة نشد كوره نشد كوره ونحب نفنتي ساعات في اللاكس ونحب ندريب، فهمت؟ لكن بتاع كونفيونس آه. نلعب ضد الاهلي والله نتفكرها كيف طوى مرتين يطلع لي عليني وقت بالفجعه وقتها عملنا سر سر مع الاهلي هو عملها قبل ما حاتم طرابلسي زاد
اي وقتها بعتين لي كاو غزل لي، قال لي راهو اسمعني، قال لي راهو لك سيالة معينة انت، قال لي كان تاخذ طلع في اللاكس تركب بي السكر، قال لي انساه اخوي، قال لي كان تحب اخوي تعمل مستقبل واحد تكور في محمد رسول الله، تلعب ريد رو من الاول. الحقيقه جاتني بيزار، قال لي راهو اسمعني اريير زاد راهو باش تلعب اريير، قال لي معناتها مش اريير كيما نتفرج عليك، معناتها تقعد لي معناتها تلعب حتى للسونتر وترجع، قال لي اريير لازم تولي تلعب اوفونسيف. وقت خدمت برك سبيسيفيك عنده الحقيقه، تلاها بيا خويا عنداني الحقيقه، عنده فضل عليه كبير خويا، وصلت خويا عملت معناتها عملت كيما نقولوا نحن البريود هذيك، عديتها في ليتوال وصلت ناسيونال والحمد لله، ما عاد في الزمالك قعدت معناتها علمني برشا حوايج الحقيقه، طوريني شدنا وقت سبيسيفيك، نتذكر وقت اكثر 3 شهورات شدني يعني وبن عمر وبنجوره. هو بن عمر الغالي كان قال الجمله، هو رجع، هو رجع هو وعماد بن يونس وقت يعرف بن عمر، ما بن عمر كيف شر لوي عرفت، قعدوا يحكوا عليه بالباقي وكل شيء. بن عمر تبارك الله ما نش نحكي لك عليه، تبارك الله ما شاء الله. معناتها نتصور يعني تظلم برشا، معناتها كان ينجم يلعب راهو، كان ينجم هو اول واحد فينا كان ينجم يلعب سينيور راهو، وقت نصور علي يلعب قبله، اما هو الحقيقه كان وقت بريسك اول واحد طلع راهو، طلع وقت مع ابو غطاس عند بيتر هامبيرغ فهمت، وصارت له مشكله وقت الحقيقه في نفكر في مات ولا مع شيكا فهمت، هي اللي خليته معناتها وخرته شويه، معناتها تسمى خسر عام هكا باش مشى للرادويه وكل شيء، ما كان نجم يلعب قبل معناتها برشا. فهمتك حمدي، انا اي واحد يعرف فوزي بن زرد يقول الحمد لله نعرف تعرف نتاع فوزي، اعطينا حاجه انت فوزي. اي برشا اخويا، برشا برشا اعطينا وحيده هكا قعدت لك في بالك. تعرف سي فوزي عنده حاجه باهيه، عمره راه في حياتك في وجهك ما يشكرك راه، كما حكى لك مرتاز عنده فاز قبل، ديما انت مثال تغلط يغلط الكبير، مثال يعطيك ما نكون قلنا احنا اني انا عرفش يعني عمار يعطيني باس غلطه يدخل فيك انت يشدك في الفيستير ما يخلي يعمل لك انت ما عادي علق فانت عنده اللي يدخل خويا في الفيستير ما تعرفش عليه، يا كرافون خويا تلقاه عرفته في الواحد خويا الفوق، يا ما تعرفش عليه حزيله كل مره يعمل كيفاش فازت البدوي قالوا ذهبني يعني انت معاه ولا لا، هذيك عالميه، هذيك ماتش وقت ماتش تطاوين وقت ميزاك يدخل المسكين البدوي ما با دقيقه الحكايه الكل، دي ميزال يجري الراجل ما عاد الله غالب ماهوش قصده فهمت، دخل وقت البدوي وقت في الفيستير نتفكر فهمت، كيما وقت حكى عليا معاش ضرب متغش على روحه كل شيء، غزل له وقال له يدي ليه ليه ما تضربهاش، يضربني يعني يضربني يعني لا ما قلبه باهي راهو، ما الحقيقة قبل مانيش نسمع فيك بالباهي. اي قصد ورجع توا. اي سي مون كمري. قلت لك قبل في البريود نتاعك راني تألقت برشا بوست ريجلوا، وكنا نحكيوا حتى على حمدي في كيبات كبار في الليغ كيما مالاكا، شنو صار؟ علاش ما تمتش؟ ما مشيتش كيب كبيرة وقتها؟ والله يا اخويا الحقيقه اسمعني يعني ما نكذبش عليك، ريت البريود هذيك وقت ما زدت ما نعرفش شو معناتها دومين مانجير ودومين شو معناتها باش تجيك كيب وكل شيء فهمت، الحقيقه كي وقت اللي كنت نلعب بريس 3 سنين هذوك اللي عديته مع سي فوزي جاوني برشا دي زوفر الحقيقه معناتها، وصلت إيه انت كنت ما شاء الله في وقت في التومبك نتاعك يعني ايش يعني نعطيك حاجه يعني المشكله كنت وقت مصح مع عبد القادر الجيلاني فهمت، مانجير بتاع عبد النور صحيح، وقت عمري بريسك ساعات ما عمري 20 عام، وقت من اول ماتش تفرج عليا كلمني وقتها سليم درويش قال لي راه فما مانجير عجبه وعجبته كل شيء، الحقيقه اي جوار في بلاستي كي باش يسمع الاسم هذايا واللي هو معناته صح مع عبد النور، وتشوف انت عبد النور وقت يلعب في هو فرج برشا من لاعبيه، عبد النور صاحب الخليفه عصام جمعه كان معاه عادي باش تمشي معاه معناته بالصحة معاه معناتها طول فهمت؟ إيه. يعني الحقيقة وقتها مانيش مكن نوعك معناتها باش عابد معناتها مثال مش صحة معاه، يعني الحقيقة ساعات معاه 3 سنين وقتها نتفكر فهمت؟ صارت لي وقتها كنت فكرت ماتش جيبوتي وقتها نادى لي لوكاس ربحنا وقتها 8 فهمت؟ صارت لي وقتها ضربة في ظهري، مشيت وقتها داويت في تولوز بحذاه ورجعت فهمت؟ الرجعة هذيك وقتها نتفكر والله فما وقتها جاني اوفر بعد بارتي الرجاء بالضبط، الرجاء ربحنا 3-0
المانجير هذا برازيليان يخدم مع واحد تونسي، فهمت؟ اسمه عصام هذا، نتفكر وقتها كلموني، فهمت؟ طلبتني وقتها بعد الماتش هذاك كنت باش نمشي لأودينيسي، وصلوا حتى بعثوا اوفر ليليتوال، فهمت؟ وواني وقتها من الاول ما في باليش بيه، وكان وقتها اللي يخدموا في ليتوال الحقيقه، اي ما الحقيقه ما يقولوا لكش راه، معناتها يا ريت كي يوصل الاوفر، وصل لي قداش من مره اوفر، واني ما بداش نسمع بيه. كي نبدا نحكي مع المانجر نتاعي يقول لي يا حمدي راه اسمعني، تو الميركاتو الجاي رانا نحكيو معاهم، راهم طالبين الغلا، راهو معناتها يطلبوا في 1.5 ما عادش 1.2 في الان، فهمت؟ نقول له واني، نقول له واني معناتها شنو نخلص معناتها شنو واني سومي تو معناتها فاش شناخ واني باش هم يطلبوا السوم هذاك، فهمت؟ صارت لي برشا مشاكل الحقيقه، ما تعطلت. فمرة مره زاده كنت باش نمشي مع الفرجاني والروج ماس، هما وقتها كانوا يخدموا مع مصطفى، فما واحد اسمه مصطفى وابراهيم، ما عرفتش كانت تسمع به المانجر اللي تو بتاع بسام الصرارفي، فهمت؟ وقتها كنت باش نمشي معاهم الماتس بعد العام هذاك، معناتها العام اللي نقولوا نحن قبل العام اللي هزينا فيه الشامبيونات، كنت باش نمشي معاهم الماتس. عليك ما تمتش، ما تمتش وقت خاطر ميزات مصحة مع عبد معناتها مع كادير، فهمت؟ قداش طالبي علاش دخل فهمت، ما كانش لازم يتعامل مع خاطر تصير معناها ولا ما فاهم، ما غزل لي فما مانجيرا، فما مانجيرا يقول لك انت كي تبدا مصحة مع واحد خويا ما تنجمش، معناتها ينجموا يدخل لك في اي اوفر ينجم يفسدوا لك، فهمت؟ فهمتك. هذيك المشكله اللي كادير ما جاب لك شيء حمدي الحقيقه، لا ما جاب لي شيء الحقيقه. وقتها سمعت تولوز، سمعت موناكو، قعدت نسمع في تولوز في موناكو اماني اللي نتفكرها من لي زوفر ثلاثه اللي وصلوا لي صحاح، واحد برازيليان جاب لي اودينيزي ومادس ولا محمد رسول الله وسانتيتيان اللي نلعب فيها الخزري، هذوما الثلاثه انا بعثوا لي وقت اوفر معناتها بعثوا لي صحاح، فهمت؟ كيبيت كبار معناها كان تم تصور تكون مسيره اخرى. شيء اخويا وقت ناخذ ونحكي لك راه معناتها راني ومع عمري والله العظيم اقسم بالله قد راني نحكي لك معناتها جمعيتي اخويا ونحبها برشا وباش ما نكذبش عليك، عمري في حياتي وقت اللي كنت نلعب في ليتوال عمري ما خممت في الواحد معناتها في الفلوس، معناتها تاني فما برشا عباد ما يعرفوش يعني اقوى سالير خذيته في ليتوال راه قبل ما نخرج بالزمالك راه 10 ملايين، معناتها ما كنت ناخذ في ثلاثه وفي زوج كما اي جوار تعدى في ليتوال معناتها، فهمت؟ كما ولد ولاد الصندوق صحيح، تاكلي يعطيوك بريمسيوناتير ممكن يعطيوك هكا نقولوا نحن 200 180 وتاخو معناتها كما نقولوا نحن عرفت شهريه يعطيوك سالير باهي هكا. اما اكثر حاجه ما قلت عليك اكثر وقت اوفر ندمت عليه نتاع اودينيزي هذاك كليت عليه سوق. قداش قيمته الاوفر حمدي؟ وقت بعثوا لي اوفر 1.2 وقتها وكانوا نجموا يطلعوا معاهم اللي توار معناتها وقتها في الوقت هذاك كانوا نجموا، فهمت؟ والله نتصور معناتها ممكن تعرفوا ممكن لا، معناتها اسمه عصام هذا مانجير معناتها بازر يتفرج علينا تو يعرف معناتها ما نعرفوش يعني هذا اللي جاب كوستا لليتوا، فهمت؟ جاب كوستا هو سكر الباب اي وهذا وتعرف وقت سمعت بيه وقت اللي مشيت وقت نحن في تلاسا وقت اني ما في ليكيب ناسيونال وقت كلمني الرجل هذا في اخر نهار ما عادش نجم نعمل شيء وقت كلمت كادير قلت له راه الحكايه فيها هكا وهكا وهكا، قال لي حمدي لازم نشوف وقتها مع زياد ومع حسين واحد ونحن الحقيقه وقتها في ليتوال عاملين هم في وخا يحبوا يسيبوا حتى الجوار مش معناتها حبوا يسيبوني كما نقولوا نحن بالعاني معناتها تبولدوا عليا ولا حاجه، مو وقت كانوا يقموا برشا في الواحد معناتها في التتروات باش يهزوا كل شيء. واخر اوفر جاني بعد الضربه نتاعي وقتها كنت فكرش عملت فراكتور دو فاتيك في الساقي وقت مشيت كوب دافريك مع كاسبر جاك دوم مره واحده صاحي دوم مره واحده عملت اوبيراسيون رجعت كورت بعد ماتش الي تراب جاني اوفر وقت شاف في بلاصه يوسف عطال جاني اوفر من كورتري في بلجيك هذيك وقت تاني الحقيقه سبب ممكن حتى الجمهور نتاع ليتوال وقت قلب عليه شويه خاطر مازال ما يعرفش شنو وقت صار بالضبط، فهمت؟ ممكن معك انت خلينا نحكي ما يصيرش اللعبات خويا يعرفوا معناتها الحقيقه يعني وقت الحقيقه ما نكذبش عليك وقت البو خويا سي ما عادش نحب نزيد نلعب وقت الحقيقه، فهمت؟ حسيت خويا ماهمش باين معايا وقت في البريود هذيك تضرب وتختاريت وقت عملت فراكتور فاتيك الحقيقه نتاع ربي وقت اللي وقف معايا خويا الحقيقه نحب التحيه ليه خويا اللي هو الطبيب تاع الكيم ناسيونال سهيل الشاملي الحقيقه ويامن بن ذكري وقت معناتها البريود هذيك خدمت معاه، فهمت؟
وقفه معايا وقت هو معناتها لا يبيع، ومع شكون معناتها وقت مع التنسيق مع سواديه وقت. فهمتك. عملت تاني وقتها صارت لي مشكله في ساقي، عملت فراكتور دو فاتيغ وقتها في الكيم ناسيونال، في وقتها مش في هي وجعتني في الاخر وقتها في ماتش بوركينا فاسو، روحت ما ارتحتهاش يعني. وقتها كان عندنا فما ماتش لانكار لعبناه ضد حمام نلف وقت خسرنا، تضربت وقتها 20 دقيقه، 20 دقيقه خرجت. قبل الماتش هذاك كنت مشينا نلعب وقتها بالجيم كيب، مشينا نلعب ضد سيدي بوزيد، من الجولات الكل يلعب، ولونترونير وقت بيبر فيليت قال لي لازم نحبك تلعب انت، وجعتني في هذاك. كنت مشيت نحكي مع الطبيب بتاعنا في ليتوار بعد الماتش وقت لعبنا ضد حمام نلف، ترشقت لي ساقي فهمت، مشيت عملتها في سوسه ما نجحت ليش، كانت فكرش لعبنا ماتش وقت تعادلنا 1-1 كونتر الاسبيرونس، خلصت دقيقه 70، تصور انت نلعب وقت بساقي وساقي مكسوره، يا رسول الله اقسم بالله دردتك. لعبت خويا 70 دقيقه. وقت مشيت لسي طرابلسي في تونس اقسم بالله ده قال لي برجوليه، قال لي شابو ليك كيفاش لعبت بيه وساقي كيكه معناتها. شكون بيبيتوار وقتها؟ خشناوي. فيصل الخشناوي، اما مش هو اللي عمل لي العمليه الحقيقه معناتها، هو المشكل نتاعه والعيب نتاعه وقتها ما كذب عليه، قال لي راه ما عندك شيء ولاباس وساقك مريقله وما تخافش ومنه ومنه. اني قلت له راه توجع فيا، نحس في وجيعه مش نورمال وقتها في ساقي فهمت، قال لي وقتها لا لاباس وما تخافش. لعبت بها برتي حمام نلف، اني من وقت اخوي تقلبت عليهم، لعبت الكل ما نكذبش عليك، ردها جمعيه كامله اخوي المسؤولين فهمت، الكل تقلبت عليهم في البريود هذيك. فهمت. بعد وقتها صارت كما قلت لك وقت العمليه عملتها ورجعوني وقتها في 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 بريسك، رجعت تصور انت عامل عمليه ومسمار مركب، رجعت في 20 يوم، راه 20 يوم اول بارتي كونتر الاسبيرونس، يا معلم لعبت خويا 70 دقيقه، بعد 70 دقيقه هذيك كوعت. ما تقولش ليه دي، ما تقول لي انا عبا، والله اقسم بالله عمري في حياتي ما باش ما نكذبش عليك، يعني وقت ظهري فما تروح الاسبيرونس لعبنا وقت ربحنا مركان عمار في نلعب وقت ظهري خويا، ما نجمش نمشي خويا، لعبت وقت بريس 79 دقيقة هذيك فاز ظهري عين هذيك، بعد بارتي الرجاء خويا مشيت ليكيب ناسيونال اول انترامون في ليكيب ناسيونال، جيت نشوط في كورة خويا قعدت غادي، الطبيب الطب الكل اللي مشيت لهم في تونس قالوا لي ما عندك حتى شيء، نجي نمشي خويا انت. ما لا لا، اشرف السعفي سيف الجزيري يتفرجوا نسلموا عليهم الزوز. خويتي يا دوك خويا اشرف هذاك، تقابل سيف في مصر كنت ولا سيف عشيري خويا ديما يجيب حذايا هذاك الدوير خويا نفرح بيه، وجاته بريود وقت مرته اونسانت خويا وعرفت وحده غادي خويا ديما بحذايا، عز الناس طيب برشا يستحق كل خير. بيه حمدي نحن كورتنا سايبة خويا، هاك تشوفه مشى لمصر تبارك الله حاله معاه راه ويلعب ويمركي وقاعد معناتها بريسك جمعيه كل تو في مصر كل يحبوا عليه سيف، واللي تسأل عليه سيف يقول لك مليابي في تونس شنو صار معاه مثل ما تفهمش. لا تبارك الله عليه، يعني قلت لك تونس راه نحن المشكله جمهورنا سايب، يعني تو انا مشيت نلعب في مصر معناته مشيت نكوي في مصر خويا، الماتش الفينال اللي لعبناه مثال 90,000 80,000 يجيو خويا فهمت، ما يسبوش عباد حتى كتبان نتاعهم كتبان نورمال، لان نحن في تونس برشا يعملوا برشا بريسيون على الجوار، ما تحسش روحك مرتاح فهمت، مش شكل مثال باش مثال ضيع كوره تعمل باس غلط اخويا، حتى توصل حتى تمركي في جول ما تلقاش هكا انسان مثالك، واحد يشجع وواحد يذمك كلها تلقاها كلها تسد فيه، ممكن سيف هذيك اللي عطلته شويه معناتها الكريت نتاعه في الافريقي، ما العباد ما دازتش معاه، ريبريسيون مش كيما الكلوب كيما كيف في وسط الكلاسمون اللي في مصر. لا والله لا، يعني كاني نحكي لك هو يلعب هذيك كيف يلعب فيها كبيره برشا، راه مقاولون راه معروفه على الاخر، وهذا تترويات في مصر راه مانيش خايبه معناتها، وعندهم من يراني فيهم النحاس هذا معناته انترونير باهي برشا في مصر، عماد النحاس الاكسيون تاع الاكسيون. السعفي قال لك يسبها في الديريكت، كيفاه؟ السعفي قال لك يسبها في الديريكت، نقول له والله هات شوف يعني ديجا من الاول راك شفتني ما عرفتش كيفاش ندخل، ما انا ما نعملهمش هذوما جمله، مانيش مغروب خاصه في الانستغرام. صاحبك برشا اشرف، كيفاش؟ اشرف صاحبك برشا؟ لا يا خويا هذاك صاحبي برشا برشا، يعني الحقيقه عندك اشرف وعندك بن عمر وعندك طرابلسي هذوما معناتها المجورات قرب برشا ليا، معناتها نحكي لك لنا معناتها في سوس ما حملتش فيه في المشكله اللي صارت في كوب دي موند، كيفاش؟ هو تو فكرني فيها كي جاي
المشكلة اللي صارت في الكوب دي موند ما حملتش فيه هدي. على اشرف. اي والله اسمعني، هذيك المشكله هذيك راهو فما منها الحقيقه، ما فما راهو وقتها في الوقت هذاك فما شكون عامل لي فو بروفيل. شو ماكش انت معناها؟ لا اني وقتها حكيت، اني وقتها حكيت مع الجوالات، حكيت معاه معناتها واحد، كلمته معناتها، كلمت البوغاني وقتها، كلمت شويرف فهمت. اما في حكايه السبان باش اني وقتها سبيت الميزي، ومانيش اني وقتها حتى وقتها كلموني راهو حتى من تونس وكل شيء، حتى سي وديع في سرت له في الحكايه كلمني قال لي حمدي راهو ما يجيش كل شيء، قلت له والله لا. وقت تاني فتحت الفيسبوك نتاعك، شوف الفيسبوك عامله يعني باسمي مرتي، معناتها مش وحدي فهمت. فما واحد وقت عمل فو بروفيل سب نساوي معناتها، اما الحقيقه معناتها ما كانوش في الوقت هذاك ما نتصور ما كانوش باين معاه معناتها. ممكن حتى نعطيك حاجه اخرى ما غير ذكر الاسامي، ممكن حتى فما في ولاد جمعيته وقتها فما عباد ما وقفوش معاه. فهمتك. باهي خلينا نرجع لك انت يا حمدي، خروجك من ليتوال فما برشا جمهور اليوم ما يتقبلوهش، أنا قلت لك خويا رغم انك كما قلت انت ضحيت ولعبت مضروب وفلت برشا وكنت ديزوفا والله مهمين كنت معناها. نجم نخرج كما قلت لك، معناتها أنا كان جيت وقتها كما معناتها كان جيت مع عند جوار بليد ولا جوار بتاع مشاكل ونعمل برشا مشاكل شيء، كنت نجم نخرج راهو على اللي زفرة قلت لك جاوا هذوما، كنت نجم نضحي نجيب هكا مثال المانجير هذا كمان وقتها كانت عندي ثقة برشا في المانجير نتاعي، ما حبيتش وقتها ندخل عباد أخرين معاه، وكنت نجم نتصرف واحد فهمت، خاطر أنت تعرف راهو جوار باش يخرج وكل شيء، تعرف أنت في تونس باش يمشي للأوروب شو لازمه يعمل مع المسؤولين وشو لازمه واحد معناتها فهمت، يقولوا نحن باش يربي من الاخر، ما لازمك خويا تتصرف معناتها تصنع روحك باش تخرج تطير فهمت. اليوم مع شكون معناتها واحد تخدم؟ زي ما انت تعرف كيف اليوم مع شكون تخدم؟ طوى خويا، لا طوى خويا على روحي خويا، ما عادش ما نعمل مع عندك حد، حد؟ عندي خويا عندي الافوكا نتاعي خويا حقيقه تفهم فيه، أنيس وحباب مع الناس وعي انيس بالميم وخويا وعندي خويا ريت العباد الكل تو كل محبابي خويا، اني الحمد لله يا ربي فما حتى مانجير في تونس عامله معاه مشكل، أما فما الناس برشا الكل يحكيو بي، كلموا خويا. فما برشا يحكيو باسمك، أنا نقول لك هكا. لا لا نعرف، انا يعني قلت له كل محبابي وكلهم اصحابي، اما في الواحد في الواقع في بالورقه وستير ماشي مصح مع حد صح. فهمت. علاقتك كيفاش تقبلوه؟ كيفاش تحكي معاه؟ وين فين؟ لا والله لا والله مريقلة. أو بن عمر السلام عليكم، أنيس نحكي بعدين مش شفتك هتشغل. مريقلة، شكون بن عمر؟ أي إيه معلم هذاك خباب معناتها شور وشور وقضيته برشا برشا، هذاك ما يفضلش ما تنجمش تشده. اليوم في فرنسا احكيو عليه، ماشي ان شاء الله ربي يسهل. سلام حمدي عليكم. قلت لك تلحقش شوية في بديك اليوم كي تقابلوا في سوسة، كيفاش تحكوا معاه كيفاش؟ والله يا خويا صافا، يعني ما عملتش راهو معني عمري في حياتي، يعني قلت لك معناتها انت تعرف راهو فهم برشا عباد راهم يفهموش كوره راهو الحقيقه، معناتها ماني راني عندي برشا اصحابي الحمد لله يا ربي، معناتها العباد الكل تحبني راهو لنا في الساحه للبرة، عمري في حياتي ما كنت مشكله مع حد، ماني قلت لك معناتها لا صار البروبليم لا صار، اني يعني وقتها فما البريود اللي قبل ما نخرج جاني اوفر وقتها من الكورتري، مشيت حتى وصلت عملت مشكله حتى مع الرئيس نتاع ليتوال، وقت قعدت بريود وقتها حتى ما عرفت شنو كان نمشي نترينا وحدي معناتها هذه قبل الكوب دي موند فهمت، وقتها سيء فهمت الحقيقه نتاع ربي، وقتها مانيش ماخذ فلوسي وما خلونيش نخرج فهمت، حسيت روحي وقتها مانيش عامل شيء في حياتي من الاخر، معناتها راني نلعب حتى كي باش تلعب كنت تلعب خويا وماكش مرتاح في مخك صعيبه برشا فهمت. اللي وبعد عاك وقتها الحقيقه ما نكذبش عليك، كمل اي كمل حمدي. بعد وقت جات ما يكذبش عليك، وقت جاتني جاني اوفر نتاع الزمالك وليتوال وقت عامله كيما احنا الهيئه تبدلت وكل شيء، وحاطين معناتهم في مخاخهم فما جوارات معناتها من الجمعيه لازم يخرجوهم، مع الجوارات اللي يجيبوا لهم دي زوفر لازم يخرجوهم باش يدخلوا فلوس معناتها فهمت، يعني الحمد لله وقت خرجت للزمالك خرجت مبلغ كبير نسمى مش شويه معناتها، خرجت وقت يا ما كنت تحكم ايكيب ما فيه في اوروبا حمد. وما فماش، انا قلت لك الحقيقه جبت قداش من نوفا، لما تعرف راه كي تبدا راك في كونترا مع جمعيه
وكي خرجت راني خرجت عمري 23 معناتها بريسك، فهمت؟ نعم. كي خرجت وقتها ما الحقيقه جبت لهم دي زوفر، جاتني كورتري تفهم فيا، وجاتني وقتها فما جمعيه من فرنسا شو اسمه اميون، اما مش برشا فلوس ما حبوش يسيبوني وقتها، فهمت؟ زوز وقتها فما زوز عطاو فيه وقت 600 الف يورو على مرتين، فهمت؟ ينجموا يعطيوا الجمعيه على مرتين، الرئيس وقتها ما وافقش، فهمت؟ وكي خرجت خرجت للزمالك خذوني ب 850 في بالي كيف هكا، وسيبوني كما نقول معناتها عطاو الفلوس على مره برك، فهمتك. وعلى فكره اخوي راني كي مشيت راهو تحب ولا تكره، مشيت للزمالك راهو الزمالك معناتها جمعيه كبيره راهو في افريقيا راهو، معناتها انت حتى تقول فيه معناتها الشامبيونز ليغ كل شيء، معناتها بعد الاهلي جي هي معناتها جمعيه كبيره راهو، في رايي ما تعرفش راهو ريت الزمالك، اما الزمالك والاهلي راهو حاجه اخرى اخوي راهو كل شيء راهو، معناتها تدخل خويا ككوره ك معناتها بالشعبات معناتها خويا تحس على الاخر راهو، يعني ريت التجربه نتاعي الاكسبيرينس نتاعي في مصر تعلمت برشا حوايج خويا. فهمت. هل ندمت حمدي على الخروج من الزمالك ولا خصوصا بعد الليكيب توا هز الدوري وقال واصله في الشامبيونز ليج بالقد ايه كوره معناها؟ لا عمري ما اخويا عمري اسمعني عمري ما ندم في حياتي، اني خاطر اني راني خذيت القرار واني حبيت نعمل كيك، خاطر حسيت روحي عديت معاه مع امين واني تبارك الله معناتها امين راني هزيت اربع تترويات في الزمان مع البريس كلاب تحسبهم عام ونص، مشيت الست شهور الاولى مشيت وقت الزمالك تمر فتره خايبه على الاخر، نصور اخي بفتره في تشوفها في حياتك، كملنا وقت الربعين تصور اني مشيت لهم في الكلاسمون 80 راهو كملنا الربعين وهزينا كوب وقت عملنا بيه الكاف اللي هزيناه عام الجاي، وهزيت معاهم هذاك السوبر مصر السعودي وهزيت معاهم كوب اخر، معناتها هزيت معاهم اربعه تترويات نسمى، فهمت؟ فهمتك. وحتى كي مشيت غادي وقت ما يكذبش عليك السنه معناتها اني شنو الحاجه لما غادي خلاتني الاكثريه باش نخرج وكل شيء، التصرفات من بعد تقلبت، فهمت؟ مانيش كي العاده كل شيء، معناتها وصلت نحس روحي اللي اني مصري، مانيش معناتها جواري ترونجي في الزمالك، كان فما حتى ممكن احترام حتى يجيك يقول لك نعاود كونترا ولا نحكي معاك ولا الناس معناتها انا عرفتك المقدم واحد، خاطر انا كان جات وقت الوضعيه نتاعي معاهم باهيه كمسؤولين وكاداره كنت نجم نقعد في الزمالك كيما ترى علي، معناتها علي تبارك الله تو عنده 7 سنين وست سنين في الاهلي. اي ما خرجش معناتها ومازال يعاود الكونترا. فهمتك. واني ما كنتش تشبه اني من نوع خويا راني مكجورات راني كي نبدا في مخي راني مانيش مرتاح ما عادش نجم نعطي. الوضعيه خاصه بك انت كهو محمد والملاعبين الكل. لا ملاعبين الكل ما اسمعني اني وقت الكونترا نتاعي في ليزيترونجي خاطر اني وقت اول واحد في ريت ليزيترونجي اللي جاو كي مشيت لمصر الكونترا اللي مشيت بيه اني لمصر وقتها في ليزيترونجي نتسمى اكثر واحد. مازال وقتها ما خلص في الشيخ في فهمت؟ من بعد شنو صار وقت جابوا مثال كي جا الفرجاني وجابوا بوطيب وبيراميدز ولات تجي في برشا جورات وكل شيء، فهمت؟ المشكله اللي صارت لي من الاول لا محمد رسول الله صارت لي مشكله نتاع بنتي في القرايه، صارت لي فصل الكهرباء وصلوا غادي يفكوا لي الكهرباء، تصور الكهرباء ما الاوراق نتاعها ما نجمتش معناتها كيما نقولوا نرخصها خاطر غادي في مصر صعيب باش تعمل اقامه، ما فما حتى راهو على فكره فما حتى يترونجي عنده اقامه في مصر، ما فما شنو؟ ما فما حتى جوار اترونجي عنده اقامه في مصر. فهمتك. اي دونك الحكايه هذوما اثروا شويه، انت حاب نلقى باش تكون واضح، حبيت تكون السلام نفس القيمه نتاعك نتاع لاعبين اجانب اخرين في الزمالك كيما اللي جاوا جدد؟ ممكن هذيك حاجه من الحاجات الحقيقه، خاطرني وقت الحقيقه في البريود عاطي معناتها روندمون طياره على الاخر، فهمت؟ وحكاوا معايا قداش من مره. حكاوا معايا قداش من مره معناتها اللي يعني معناتها باش نبدل الكونترا وكل شيء، وبعد ما صارتش فهمت الظروف هذيك، ودون الحاجات هذوك اخويا بعد وصلوا راهو شبيك راني وصلت معناتها 5 شهور راني ما خلصتش لا كري لا حتى شيء راهو واحد اترونجي صعيبه راه في الظروف هذيك امبوسيبل، نتصور انت حتى الجوار اترونجي لنا ما يلقاش الظروف في تونس في اي جمعيه كبيره باش ينجم يعمل كيك اخويا نفس الحاجه هذيك.
انت العاملون كي مشيت كنت تقريبا استاذون نتاع ليكيب، بعد كي جاو الاجانب الاخرين حسيتوا الاهتمام ما عادش كما كان من الاول. لا 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 والله لا، جملة ما عندها حتى قيمة، هذه حتى قيمة. وعلى فكرة راه وليت لي زيترونجي زاد اللي يلعبوا حتى طوب في الزمالك عندهم مشاكل، راه طوب طيب وطيب ديجا فسخ الكونترا نتاعو، ما سمعتش بيه اي طيب، معناتها قاسمي معناتها كاسم، معناتها كجوار مغربي وكل شيء كبير زاد، فهمت؟ الفرجاني زاد صار، معناتها صارت له زاد مشاكل نتاع فلوس، كيف كيف فهمت؟ مش حتى فلوس، ما هي وقت البريود هذيك وقت خايبة برشا، فهمت؟ البريود نتاع اول العام وقتها مرينا بثلاثة شهور ولا شهرين خايبين برشا. فهمت. الفيديو اللي خرج منتظر منصور بعد خروجك قال فيه برشا كلام عيب في حقك حمدي، خممتش تشكي تعمل حاجة رياكسيون؟ والله يعني اسمعني، يعني انا هيك شفتني، ما لا عمري رديت عليه، لا جاوبته، لا حكيت عليه، لا شيء. الحقيقه اني كنت نحترمه برشا، هو برشا ناس راهم ما يعرفوش، راهو مش كيما تشوفه في الفيديوهات وفي الواحد، كيما تشوفه في الواقع، في الواقع راهو انسان اخر، يتبدل كومبليتمون، يولي لك نوع اخر، يضحك ويفدلك وكل شيء، فهمت؟ هو ما كان نوعك اللي يسمع برشا، معناتها يتصنت برشا العباد ويجي يقول له هذاك منه والاخر، معناتها هو حمدي يحكي عليك وهو شنو وش بدهم، معناتها فهمت؟ يعني الحمد لله اخويا كنت نظيف، هو معناتها انت تعرف برشا كان تدخل زاد فيديوهات عاملهم على برشا جوارات، فما حتى جوار هو يوصل يعمل مشكله مع الزمالك ولا حكايه ما يخش يتكلم عليه، اخر واحد كهربك شفت ايش عمل فيه، معناتها شفتوا امين يعني اخويا جاوبته بالقانون، ما انت خذيت حقي اخويا، واحد بالقانون خليت المحامي بتاعي يخدم اخويا خدمته، وحتى كي يمشي يجاوبوا يجاوبوا، هو ما ندخلش فيهم الحكايه، هذوما تلاعب بالكوره ولا على بالي اخويا. وحتى جبت حتى حكيت وكيل اللاعبين نبيل ابو زيد 140 دولار كيف كيف قاعد يسالك شنو حكيته؟ الناس منها هذيك، هو هو المانجير هذايا ماهوش تبعني جمله، معناتها يعني حتى كي مش نعطيه فلوس مش نعطيه له، معناتها كي نقولوا نحن عباره صادقه، فهمت؟ خاطر المانجير هذايا ما بين الزمالك وما بين نجم الهلال الساحلي، معناته وسيط عن نادي الزمالك، كلمني يعني خاطر هو يخدم على الزمالك، فهمت؟ معناتها انا مش من المفروض نعطيه فلوس، وبالعكس اعطيته فلوس، وحتى الحكايه هذيك وقت اللي وصلت فما مانجير اخر ممكن تسمع بيه اسمه شادي هادي، نصور كان يسمع بينا تو يحكي لك، فهمت؟ اي هذا يا خويا لا اله محمد رسول الله يخدم، كان يخدم على نبيل ابو زيد، فهمت؟ يخدم على نبيل ابو زيد وقت اخويا، وصارت لي وقتها مشكله، بعد هو وقتها حب ياخو كما قلنا احنا 10% من الكونترا، يعني حكيت معاه كواحد، معناتها حكيت معاه كما قلنا احنا في اللوجيك، معناتها قلت له كان انت جيت المانجر نتاعي ومصحى معايا تاخذ 10% نتاعك كيما اي مانجر اخر في العالم، فهمت؟ فهمت. اما هو وقتها كان ما بين الزمالك، معناته هو خذاه من ليتوال وخذاه من الزمالك وخذاه مني، وكان مازال يحب فلوس اخرى، معناته بعد خروج حمدي عايش اخترت ليتوانيا بالذات. ليتوانيا. سامحني خويا ما نكذبش عليك، وقت البريود تعرف اللي خرجت وكل شيء، الحكايه نتاعي ما كانتش واضحه برشا، تفهم فيا؟ وقت برشا عباد مش في بالهم اللي يعني معناتها مازلت ما فسرتش واحد، والمشكله والقضيه باش تربحها الزمالك، ودي ديجا شفت حتى الردود نتاع الصحفيين صارت تعرفهم، تصور اكثر مني يحكيوا برشا ويخرجوا برشا في قنوات، الحكايه كبرت، فهمت؟ في بيت خافوا من الموقف نتاع السيتياسيون نتاعي، وتعرف الميركاتو نتاع الشتاء مش ساهل كيما الميركاتو نتاع الصيف، معناتها الميركاتو نتاع صحيح. الشتاء سيء في البريود هذيك، ما عاد حتى جمعيات مثال باش يطلبوك، وقت اللي في الافريك مثال نحكي لك في الافريك، يعني وقت لعب شامبيونز ليغ مع الزمالك انت جاي مش تلعب فيهم. باش تاخذك وقتها ما عندها ما تعمل بيك، وفي في السعودية كانت فما جمعيات الاهلي وقتها عندها ديفونسور، عندها ديفونسور هذا ما حبش يفسق لها، وانت تعرف لي زيتونجي في السعودية سبعة، فهمت؟ وباش ينقصوا فيهم. وين يخمر صحيت، واني عرفت شنو هو القعدت، ما حسيتش معناتها، عرفت قلت فما برشا وقت وكل شيء، والوقت وقت قصير، فهمت؟ ما لقيتش مثال، حبيت نمشي لجمعيه، معناتها جمعيه كبيره كيما الزمالك، وكيما كنت نلعب في ليتوال، فهمت؟ خممت في الحاجه هذه. من بعد قعدوا لي في البريود الاخر، قعدوا لي كان بتاع شو اسمه ليلى محمد رسول الله بتاع سكوندينات وقتها، وكلهم طلبوا باش ياخذوني وقت بتاع ياخذوكم بتاع عامين ونص وثلاث سنين ونص، واحد
اي الحقيقه هذه خليتها جوست خطوه، معناتها ريت حتى كي مشيت لتوانيا، معناتها مشيت معناتها عرفتك، قلت نمشي نلعب 6 شهور باش خويا ما نخسرش معناتها بلاصتي في ليكيب ناسيونال اول حاجه، وما نقعدش معناتها بطال 6 شهور. قلت نمشي نلعب خويا، خاطر ما تلقاش صعيب باش تلقى جمعيه راه تسهلك على 6 شهور، بعد تلقى روحك ليبر، فهمت؟ قلت نمشي نكور خويا، وبعد نخرج بعد نمشي نشوف ان شاء الله معناتها في الميركاتو نتاع الصيف نشوف جمعيه على روحي في عقلي، معناتها عندي برشا وقت. بالنسبة للقضية نتاع الزمالك تحسمت صحيح ولا ما زالت في الاستئناف؟ خاطر ديما الرئيس نتاعهم ديما يتكلم ويصرح معناه. لا، أو بقلت ربي لا الليكس بأس، ما عرفت شنو. حتى استئناف ماهيش باش تبدل برشا حوايج نتصور، فهمت؟ قلت ربي مريقل سي بون، معناتها خرج القرار ونتصور راك شفته معناتها. في البريود هذيك جاك كوفا من ليتوال حمدي بعد ما خرجت من الزمالك. بعد اي بعد ما خرجت وقت كلموني الحقيقه، فهمت؟ صارت اتصالات هكا، ما كانتش معناتها كما نقولوا نحن رسميه، فهمت؟ صار وقت الاتصال كلمني وقت فيصل خليفه وقتها، وكلمني سي قيس عاشور من اللول، فهمت؟ والحقيقه اقسم بالله لا خممت لا في فلوس لا شيء، جوست قلت لهم معناتها نلعب في جمعيتي، نرجع جمعيتي، نعمل 6 شهور معاكم، فهمت؟ حتى نلعب في الشامبيون، نلعب كوب، وبعد ان شاء الله معناتها كان فما حاجه، قلت لهم معناتها باهي تساعدني اني وتساعد الجمعيه خويا، نجم نحكي على كونترا اخر، كان وقتها ما فهمناش خويا، واحد يشوف مستقبله كيما اي جوار اخر، فهمت؟ بعد الحقيقه ما صارتش، ما مش ما فماش عباد معناتها عرفتك تحسه معناتها كيما نقولوا نحن يحبوا معناتها عليك ولا حاجه، ممكن اني كيما قلت لك معناتها هم وقتها حبوا على جوارات باش يفايدون في الشامبيونز ليج، حاجتهم وقتها في الشامبيونز ليج اكثر من البطوله والكوب، ممكن هذيك الحاجه اللي خلتني معناتها ما نرجعش لتوا. اماني في موقف ما نجيبش عليك، الأهلي اماني في موقف كان خويا فما حاجة من عملته الأهلي. نحب نقعد لبرا خويا، فهمت؟ نقعد نمشي نلعب برا، ما عادش نحب نرجع تونس جدا. فهمت. اليوم مش فاهم. الاهلي والله الاهلي شنو الاهلي الحقيقه، ما انا جاري يكلموا فيا، ما فماش اتصال رسمي من الجمعيه معناتها، ما انت تعرف الوضع هذا خويا، تو ما فماش فماش جمله معناتها العباد ما عادش تعرف، ما عادش شو تعمل انت وقتاش توفى السيزون، فما جورات حتى يتقام في جوان بيتين ليبر، ما يعرفوش الواحد مش يعمل، الدنيا ماهيش واضحه، كي ترجع الكوره وقت تنجم تضرب برشا حوايج. فهمت. انت ما عندكش مشكلة تلعب في الاهلي معناها ما يقلقكش. ما عليه لا ما يقلقنيش خويا، يعني حتى كي باش نمشي مع هذا الجوار محترف خويا، ولا لي جمعيه كبيره خويا، كان معناتها جات حاجه خويا اوفيسيال، واحد ما يقولش لا الحقيقه، معناتها تساعدني يعني وتساعد الجمعيه، نقصد ربي على روحي عادي. معناها انت روح على كل اللي يزوف معناها حتى الخليج ما عندكش مشكلة زاد. والله خليه جاي، خليه زماني، قلت لك معناتها كان ربي سهل، يعني الحقيقه كان ربي سهل، نحب نمشي نعمل لك تجربه خويا باهيه في الاوروب، كان جاتني حاجه باهيه في الاوروب خويا، نقصد ربي ما سالش ربي في حاجه باهيه في الاوروب، تجيني حاجه في الخليج نمشي الخليج خويا، ما نمشي الشامبيونه باهيه معناتها كيما السعوديه كاك. في اوروبا فما جاست نبا فما هكا دي كونتاكت بدا ولا مازال؟ والله فما عباد يكلموا فيا، ما لحد دايما فما، راني قلت لك ما تنجمش تو، فما حتى ريت جمعيه مثال باش تاخذك تو، معناتها تقول لك ما نجموش باش تبدا في السيزون، معناتها باش تتنحى ولا وقتاش باش ترجع على الكوره، فهمت؟ هذاك علي. فهمتك. باهي حمد نحكي شويه على ليتوال، كيفاش تشوف اليوم؟ اي والله يا خويا شو نقول لك، الوضعيه الحقيقه ماهيش باهي يا خويا، ما تنجم تتصلح. وين المشكل؟ علاش مش فاهم؟ مشاكل إدارية مش أثرت. نكذب عليك، لا ممكن تصور مشاكل اداريه، ممكن فماش معناتها عباد، ممكن كيما قبل، لان الحقيقه البريود اللي كنت فيها في ليتوال كان فيها زياد وكان فيها حسين، فهمت؟ كانوا ناس منظمين معناتها، ناس تفهم خويا، عباد تعرف تجيب جوارات، عباد خويا تعرف كيفاش مثال تربح تتروات، عباد تعرف تنجم تجيب لك كونترونير معناتها باهين، فهمت؟ معناتها انت البريود هذيك اللي جيت فيها اني وقتها للعبد لعبت فيها، ترينيت كما قلت لك عند سي مندر ديريس، عند ديريس لافانيا لومير وجولي مير وعند سي فوزي، معناتها هذوما معناتها اربع كونترونير، منهم ثلاثه وقتها كل واحد هز تتروات في الايطوال، فهمت؟ نتصور اني وقتها المشكل الكبير اللي صار في الايطوال وقت الخروج نتاع لومير، فهمت؟ وكي رجع حتى كي رجع سي فوزي وقتها، ما الدنيا ماهيش راكحه، ما عندها تحس الدنيا شاعله شويه مازال، فهمت؟
ممكن هذيك على زياد حسب وحسين المعلومات. اختارها بالنجم، كيفاه؟ زياد وحسين اختارها تعتبر النجم. ممكن اخوي الحقيقة معناتها تجي تصور، نصور زياد خويا من الحقيقة ما يفهم خويا، يعرف في كان معناتها في البوست نتاعو اللي كان في الإتوال، كان انسان معناتها يفهم يعرف خويا، جاب حتى الجوريت راهو اللي جابهم في الوقت هذاك معناتها المويبي وتاج وسلامة، معناتها جاب جوريت معناتها باهيين وبغداد فهمت. وباش ما نقولكش معناتها اللي ما يغلطش غلط زاده في جبان جوريت، لكن البريود هذيك وقت عارفوا كيفاش يخدموا، عارفوا كيفاش خويا يأطروا الملاعبية، وعارفوا كيفاش معناتها يسيطروا على الوضع. وديما انا قلت لك ديما راهو الكوره معناتها في الاخر ريزلتها خويا، كان ما تهزش جمعيه كبيره ما تهزش تتروات ما تنجمش تحكي حاجه معناتها معناتها انت في الشامبيون معناتها الوضع نتاع ليتوال في البطوله خايب برشا معناتها. باركونتر عمار ما عندوش نفس الراي نتاعك. عمار جمال كان شوف التصريحات نتاعه الاخيره في زياد، قال انه كان يتحكم في المدربين وعمل برشا مشاكل في ليتوال. والله يا اخويا اسمعني، نحن وقت البريود هذيك ممكن صغار ما نعرفوش اماني، على حسب ما عشت البريود هذيك الحقيقه عمار وزياد كانوا صحاب على الاخر، كانوا خيام خويا، كانوا بالقدر ممكن انت معناتها ديجا متبع وتعرف معناتها، حتى ترجع للتصاور وفيديوهات واحد نتصور سوء تفاهم بيناتهم. اني يعني الحقيقه معناتها ما نحبش زوز معناتها خويات كيما قلنا نحن عمار ولا زياد من نفس الجمعيه ومن الساحل باش يوصلوا يتعاركوا فهمت، حتى كي تبدا فما حاجه تتخبى لازم فهمت. اما ان شاء الله ان شاء الله اخويا ربي يهديهم، وان شاء الله اخويا اذا نسمع بهم في اقرب وقت يرجع اخويا وخيان وعادي معناتها اي تنجم تصير مشكله ما بين زوز نورمال على حاجه كبيره معناتها. معاوضك في ريتوال وجدي كشريدة ظهر لي كان أحسن تعويض ليك أنت. هاي الحقيقة وجدي باي من الجوريات نصور ترينيت معاه نعرف يعني بالباي، وجدي الحقيقة كان بيفو ما كانش ما عاد تصور كيف معناتها، هو أصله بيفو ما كانش يلعب ريد روا فهمت، دوما ما خرجت حتى البريود اللي بعدها ما كانش هو يلعب في العاب البدوي ولعب عب عليا وقتها، وبعد صارت وقتها كي جا لومير وكل شيء نصور لومير ولا اكتشفوا معناتها كاريير دروا، وعمل سيزون مزيانه معناتها عندنا، ولا عمل سيزون باهي مع خروج لومير فهمت. الوضعيه تو ديما نتاع النجم كيما نقول لك في الوقت هذا ديما راهو يكذب عليك، تبدا الجمعيه واقفه على ساقيها، وتبدا خويا عرفت معناتها كيما نقولوا نحن كجمعيه تتفرج تعجبك اي جوار خويا نجم يضرب في الروندمون نتاعو يبدا طيار فهمت، خاطر كي باني نعرف خويا نفهم معناتها لازم خويا انت كمثال يعني كنت نعرف في طوال يدروا كانوا برشا اللي يلعبوا معايا كانوا يعاونوا فيا برشا باش يخلوني اني نظهر كيك فهمت. وان شاء الله خويا ان شاء الله جماعتنا خويا ترجع في اقرب وقت خويا للسكه الصحيح. ان شاء الله. كان فما مشكل حمدي مع علي قبل ما تخرج، لا جملة برشا يحكيوا على مشكل، وكان فما خلاف مع علي البريك. لا صارت مشكلة وقتها في الكورة عادية، مع كما كنت تحكي على زياد ولا عمار صارت مشكلة كورة، وبعد رجعنا وخيان مع عادي على الاخر مش حتى مشكلة. وتفضل تو معاد صافي بيناتكم ولا شوية كل بلاس؟ لا جملة ولا جملة ثم حتى مشكلة باهي في عبالك منتخب. يعني ديما اخويا اسمعني، راهو في الفيسبوك راهو مش كيما في الواحد جملة معناتها فهمت، الفيسبوك ديما حمدي راهو في منتخب العباد كي تحكي في الفيسبوك واحد والجمهور هذاك اللي تشوفه اخويا في الفيسبوك راهو ديما ما تلقاش فماش حتى اني نصور ما فماش حتى جوار ولا عباد كل حب، ديما عباد راهو تحب تعمل مشاكل وتحب تفتن واحد وربي يهدي وكاو خويا. حمدي قبل كنت اساسي اسفه نحكي شويه على المنتخب، قبل كنت اساسي بامتياز معناه. اليوم ولات فما منافسه، حمدي مثلا في الكوب دافريك كان يخسر بلاصته شويه، المنافسه مع دراج كشريد مثلوثي كيف تشوف؟ والله صحيح يعني وقتها كي دوما مشيت الحقيقة ما كنتش نلعب من الأول، وقتها كنت تاني وتاني في حمزة، وبالرغم وقتها كنت ما عندي قدر في روندمون ممتاز برشا، خدمت على روحي خديت بلاستي فهمت. أخويا راهو ليكيب ناسيونال كل اونترونور خويا يشوف عنده معناتها شكوى هو في الاخر فهمت، معناتها يعني مثال كي نمشي كيب ناسيونال نلقى مثال معايا وجدي ولا حمزه ولا دراجر ولا اي واحد، النجم معناتها انت كواحد معناتها باش تشوف الاربعه ولا ثلاثه فرد نيفو ولا تشوف واحد خير من واحد فهمت، ديما الاخراني راهو لونترونور هو اللي عنده معناتها الشوارع شكون باش يختار معناتها فهمت،
نجم حتى دي تكون خير من عند كما نحن كما نقولوا خير من الريد روا معاه كما هو يشوف العكس معنا تانية ان شاء الله بقدرة ربي تعطيني حاجه معناتها تزيد تعطيني دافع معنوي وبقدرة ربي باش تزيد تخليني نخدم باش نرجع خويا نكور على روحي ان شاء الله في الكوميسيونال. الكان اللي فات كنت لازم متعاونة حسيت عندك بلاستيك. والله ما نحبش نحكي عليه برشا الموضوع ما حسيت روحي تظلمت الكان اللي فات الحقيقه فهمتك. ممكن الحكايه هذيك اللي حكيت عليها انت نتاع الهود وكل شيء ممكن هي اللي اثرت عليه برشا. وكان وقت اذا كنت ما كمان اي وكان هذيك صارت بعد وقت صارت معناتها مع الوقت نتاع الليستا وقت الحقيقه اني كنت في الزمالك كنت نكور بريجر كنت نلعب وجوي بيع على الاخر مازلت كاس كاف وقتها فهمت بعد فصل الكاف بعد وقت ما زلنا كاس كونفدرالية وقت ما باب بجمعة عملوا لي محمد رسول الله الليستا بتاع الوحدة. هي ما انت قلت ماكش انت يا حمدي شو ماشي بعد قلت ماكش انت كان فوق بروفيل ما هو الحكايه خرجت عاد خرجت تاني ما نجمش نوضحها وقتها خرجت وقت وقت عباد حكيوا عليها حتى في التلفزه فهمت ودون هذيك وقت صارت لي مشكله صغيره مع ما نحبش ندخل فيها بالباء ما صارت لي مشكله صغيره مع عمير كنزاري ممكن هي زاد معناتها خلتني معناتها اثرت علي شوي ماهر نحاك معناها مش نحاني ما ممكن مع الحكايه المشكله اللي صارت معه هو ممكن فيها معناتك نقولوا نحن فيها نسبه 40% قولوا 30% شنو هي المشكله يا حمدي تحكي عليها شويه. لا ما نحبش نحكي عليها ما صارت وقتها بوقت اللي هو اونترونور فهمت وقتها فصل ماتش شوية المغرب ومصر لا صحيح ماتش خاصة ماتش مصر يعني وقتها مروحت من معدي ماتش وقتها كبير برشا على الاخر فهمت والماتش وقتها مترشحين نحن سي فهمت وقتها مترشحين كاليفيك تاع كوب دافريكا هذيك سي ماتش جوست معناتها نلعبوا على الكلاسيكو معناتها نحن ومصر فهمت وبالرغم حتى كي ربحتنا نحن طلعنا نفكر نحن طلعنا دويله وقتها ماشي وقتها في بالي باش نلعب فهمت وحتى معناتها حتى قدام الجمهور نتاع الزمالك فهمت وقتها في بالي الفرجان دينا وقت الزوز ليك ناسيونال من الزمالك وعلي وقتها مضروب الماتش هذاك ما لعبش فعبيت تستنى فينا وكل شيء حسيتها وقتها الحقيقه ما حبيتش نلعب تروح المغرب حبيت نلعب تروح مصر هذيك ممكن المشكله اللي صارت لي مع امريكان زاي انت حكيت معاه قلت له شنو نحب نلعب شنو عليه قال لك ليه لا ما نجمش نحكي معاه هو شو معناته بتاعه ماني خاطر في الجمعه هذيك كنت تاني باش نكور فهمت بعد تقلبت وقتها ما عادش شنو هي الحاجه اللي صارت معك عصام الزيك قال لك نيميرو 21 يطيح ويقوم ما كيف عاد هذيك نكته على النمر 21 قول له انا بدلته خويا جيت لمصر بدلته البسط 12 ما لقيتوش 21 نقنق عليه حبيب يلبسه كان هو حمدي باهي عندنا حق احنا في ساعة جست نعرض لانسي اللايف نسألك شوية أسئلة من الجمهور وبعد سيبوا ها مريق أخوي مريق أوكي تحك نقعد معاك ولا نعاود ندخل باش تعاود ندخل مرة أخرى خاطر عندنا حق في ساعة برك أوكي